تقول لك قلنا خيسموش كنا والاول والاول تكونيكتا واه احنا الدراري قلنا لكم شكون مرحبا الشباب جايز مرحبا بكم نهار زوين كما تنقول لكم ديما نهار زوين نهار جديد رمضان مبارك سعيد ونبقى الدراري نقول لكم رمضان مبارك سعيد من البدايه ديال رمضان حتى النهار الاخر في رمضان اجي نقول لكم الدراري مبروك العيد ان شاء الله اليوم الشباب معنا انا بالنسبه لي اخي وفريمون هاد اللي كاين البيست كونتنت كرييتور اخي احسن واحد تيقاد الكونتوني في الدومين ديال الاي كوميرس وديال السعودي غير هو اخي تدوز معاهم الحساب والحساب ديال اليوم اخي جحيا سيد جحيا هو اللي معنا اليوم سيد جحيا تدوز معاهم الحساب قليل اللي كيشوف دوك الفيديوهات ولكن دوك الفيديوهات راه هما اللي صافي ديال اللي فهمتي ومنزل 60 ريدو صرت تخدم الاي كوميرس ديال بس الله يكرمك اخي اخي يجي حي عندك واحد المهاره واعره غادي نبداو اللايف من هنا واحد 3 دقائق تنديروا واحد الجمعيه هكا بين يتجمعوا الشباب عندك اخي يجي حي واحد المهاره واعره في الحساب وراك عارف البيزنس راه نمبرز وانت تجيني انت هو الوحش ديال النمبرز لا لا خايف اشويه لا والله اخي جحيا انا جي جوجي تصدموا الدراري غادي تصدموا الدراري بشي حساب اش كتحسبوا ما اخي داكشي ديال نهار طاق الرعق داك 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 دا مزيان اخي يحيى خلينا اخي جحيا بغيت ديجا نبدا مع متحمس موجي باغي نبدا نقول ايه دا راه باقي تكونيكتو الشباب الشباب مرحبا بكم الاخوان تبارك الله عليكم الله يعزكم صافا بخير تبارك الله اخي شو اخي جحيا راه عندك القبول الجمهور هنا اكبر عدد الجمهور اكبر عدد ديال الجمهور الفعلي اللي حاضر حاضر اليوم ولكن شي وحدين مقطعين البي مغشوش مشاو يجيبوا البي اوريجينال انا باقي خير ما شحال معدو معايا واش هاني نجي للبيرو نريح معاكم هاني نجر للبيرو نريح معاكم مرحبا اخويا مرحبا مرحبا اخي يوسف الله يلا مرحبا نهار كبير هذا مرحبا بكم الشباب اش نتسناو الزيت تاويج ازيدو اخي يحيى واحد الدقيقه ان شاء الله السيد يحيى اخي اليوم جيت عندنا من اكادير من اكادير اكادير بلاد الصحه والخير بلاد الصحه والفلوس لا لا سيرش سلوغو لا هذيك اكادير سوس بلاد الصحه والفلوس خميسات بلاد الصحه والفلوس كاينين شويه الفلوس تما كاينه الصحه الحمد لله الحمد لله والفليسة تشي شي باركه ولكن اكادير سوس بلاد الصحه والفلوس والفلوس عندنا مع التجاره ما شوف شوف اخي شوف بطاطا داطا داكشي بطاطا فين كاين عندنا النمبر 1 علاش علاش شنو هو السر شو اخي كان 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 انا انا واحد من الشيء هذا السر اخي نسمع لا لا كاين هذا السر جاوبنا علاش السواسه لا لا دابا 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 نجاوبوا علاش السواسه نعطيهم الى بين ما يتجمعوا الدراري زعما لا في الفيزيك لا في الديجيتال اجا كرو غير من التربيه غالبا كيكون با كيديك معاك للحانوت با كيديك معاه للحانوت وانت صغير عندك 6 سنين 7 سنين 8 سنين كتولي كتسمع الفلوس درهم جوج دراهم في التجاره بصفه عامه يعني يعني ربما انا هذا هو السبب بالنسبه لي انا عاوتاني حتى في لوقيته فين بانت التجاره في اكادير هي اللوقيته اللي كان المغرب كامل عايش عايش بالفلاحه والمنطقه ديال اكادير ما فيها يعني دونك الحل الوحيد اللي كان هو التجاره حيت الغرب في الفلاحة دكالة في الفلاحة الجهة ديال الأطلس الجهة ديال الأزيلال وهذا كان فيها الرمان فيها اللوز فيها هذا أكادير كانت شوية الدنيا ناشفة من ناحية ديال الشتاء من ناحية هذا دونك تما وما تنساش لا لا خا ماشي غير أكادير راه من أكادير بنادم تفرع وشط المغرب كامل من طنجة للكوير أكادير ما عندهمش ما كاينش شي مصدر من غير من غير التجاره ولا تربيه المواشي ما عندوش معامل ما عندوش صناعه ما عندوش كذا شي حاجه صارت لي ميغراسيون واكادير كانت هي المعبر ديال القوافل التجاريه في المغرب كامل اللي كانوا كيتساريو واللي كيهبطوا من المغرب للموريتانيا والافريقيا قال لك الشباب السر هو المعقول وهادشي علاش هادو لا اخي علاش هادو لا لا كان زعما هو هذا السر لا لا شوف اخي الخدمه والسنين والكونسيستنسي انا صغير كنسالي من المدرسه كنمشي كنريح عند واحد صاحبي الواليد بين ما يسالي الواليد الخدمه ويجي يطرقني ويديني للدار سميتو محمد السوسي انا شلع فهمتي يعني مشي واحد فيما غلط صات سميتو محمد السوسي
راه معلم راه السنين كدوز، راه انا صغير كيدوني والدي ديال الروض صات مريح في الحانوت، دابا في عمري 33 عام صات مريح في الحانوت. هادي ما كايناش، وراه كتشوف هادي راه ما كاينش واحد اللي يدير هذوك الناس معطيهم الصبر والكونسيستنسي والايام تمر رخي وما تيعياوش تبارك الله. عرفت اخي الصبر التجاره كتبغي الصبر. راه ما تخيل معايا مول الحانوت من 6 الصباح كيكون في الحانوت حتى 12 الليل يوميا. وما كاينش لا الحد لا السبت لا الجمعه لا هذاك الصبر راه صعيب. مول الحانوت عاوتاني الكونسيبت ديالو مازال هذا الوقت بدا كيتبدل. راه هذاك اللي كان مول الحانوت بحال السيد يحيى كان يطلع لنا مول الحانوت ولكن هو يدوز ويقول لك هدا اونلاين معلم. واحد لوكيشن مول الحانوت راه كان هو اللي كيخلص الماء والضول الناس اللي ساكنين في الدرب ديالهم. كان هو اللي كيدير هو اللي بدا الكريدي. هو اللي كان كتجي عنده المراه كتقول راه جايني الضيافه وتي الاغلبيه على حياتك ولكن غادي نعتبر راسي ما كنعرف حتى شي حاجه باغي نكتشف اول مره. امتى تزاديت اخي فين تزاديتي؟ انا تزيد اخي السيمو في مدينه تارودانت 1986 عشت فيها عامين من بعد ديبلاسيت لتيزنيت مع والديا. وكبرتي في تيزنيت؟ كبرت في تيزنيت من عندي عامين حتى شديت الباك. اللهم بارك. شحال دابا اخي في لاش؟ 35. اللهم بارك. اش كيدير اخي يحيى الوالد؟ الوالد كباص من نهار عقلت عليه هو كباص وباقي كباص الى يومنا هذا في تيزنيت. الا كان دابا باقي كباص يعني كتعجبو حتى كباص. هو كيموت على كباص. اما انت غادي دير ليها كالواليد سيري ترتاح. الحمد لله مسك عليه الله، ولكن هو بحال قال لي ولا كيمارسها بالهوايه. حتى انا الوالد عندي الفلاحه خرج من الارمي الفلاحه تيدير واحد الفلاحه يوميا تيبان لي تيبع التماره ما تيربحش من الفلاحه ولكن هو يشد بها الزيتون. خليه. والوالده ربات بيت. اللهم بارك. عاود لي اخي يحيى الدراسه كي دز الروض قبل من الابتدائي؟ دوزت الروض في واحد الكراج كان ديك الساعه واحد الروض واحد السيده كتكون قاريه في الدرب كتدي واحد 10 الناس معها كتقريهم. هذا هو الروض اللي كنت قريت فيه في مدينه تيزنيت. من بعد قريت الابتدائي في مدرسه بئران زهران في تيزنيت والاعدادي والليسي حتى شديت الباك في تيزنيت. من قريت حياتك كامله في تيزنيت؟ كامله بلا ما كانش اخي شي حادث شي حاجه بعدا نسولو ما يمكنش اخي الدراسه زين كتبقى فتره شي اكشن شي حاجه شي بروف عقلتي عليه طرافيك تريتاك كان شي تريتمون بعد على قداش شنو لقينا ان ملي تنعاودوا هاد السطوريات ديال شي حاجه طرات خايبه بنادم تيقول راه ماشي غير انا راه طرات لامه الناس. بطبيعه الحال طراو لينا بزاف. باقي كنعقل انني انا عاودت في الرابع، والسبب ديالي انني فاش عاودت في الرابع كان كيقرينا واحد الاستاذ بلا ما نذكر سميتو لدرجه انه هو في القسم كيخدم مع ناس محددين اللي هما البنات النخبه واولاد النخبه. وانا عشت في اللغه الفرنسيه في الرابع وما كنتش كنشارك ما كنتش كنجيب واحد وحنا ماشي من النخبه حنا ماشي من النخبه ما لابسينش مزيان والحمد لله والحمد لله. وواحد المره عندي جواب عطانا سؤال عندي جواب الا عقلتهم ملي كنا صغار بلي كتبغي تجاوب كتنوض بلاصتك وصل لك هذاك الجواب وصلت عنده ويقول لي اش كدير هنا قلت ليه بغيت نجاوب وباقي كنعقل لابس واحد الصباط كلاس ويضربني به في الصدر قال لي بلاصتك اللور ماشي بلاصتك تجاوب. تعقدت من القرايه وتعقدت من اللغه الفرنسيه وتعقدت من شي حاجه وزاد كتعقد من الفرنسيه ها هو صافا غير تعقد الفرنسي لدرجه داك العام دوبلت في الرابع يعني تعقدت. اش دوبلتي ما كتمشيش كاع ولا دوبلتي ما باغيش تقرا ديك يعني ما كاينش ما تمشيش يقول لك هذيك شنو كدير هنا كتمشي ولكن ماشي ديك الحاله ما مشيتيش عقلك ما حاضرش لان كتشوف ان ما عندكش نفس الفرص وانت في القسم. اوكي بيان سور الله يهديهم كانوا كياخذوا داكشي كطبقات اجتماعيه كيشوف فيك الاستاذ او المعلم ماشي كلشي بطبيعه الحال من اللبس ديالك من الانتماء ديالك بزاف ديال الامور كياخذهم بعين الاعتبار. يعني هذه عقدتني من القرايه ومن طوع عقدتني من اللغه الفرنسيه
ما كنحملهاش الى يومنا هذا بسبب هذا الهدف. انا خينا كنعقل على هادي، انت اش كيدير باك ريحي انت هنا، انت اش كيدير باك؟ انا با جيجر جان تا الله اش كيدير باك؟ الناس اللي كانوا ساكنين ما كانوش يقدروا يجاوبوا. لا وملي تيجاوب تيضحكوا عليه جيجي كانوا كيضحكوا. هو الاشكاليه هو مع الديبي د العام كيجي الاستاذ كيسولك انت اش كيدير باك؟ اش كيدير باك؟ اش كيدير باك؟ راه في الترتيب باش كتلز باش فاش كتجلسوا في القسم بناء على هذا المستوى الطبقي، ولاد الاساتذه والمعلمين والاطباء كيجلسوا في القدام نخبه ماذا بقى اللور فيرست كلاس بحال غير الطياره كتدافع لاز فلوس هادو هذاك اللي عنده فرقه ديال الكره كيجي عنده شي دري صغير غيدوز التيست كيقول ليه باك اش كيدير؟ كيقول ليه خطار، كيقول ليه ديجا عندي صافي 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 عادي يعني السيستم ديالنا في الباك ديك الساعات كان الجهوي هذا الوطني والجهوي كان فيه المعامل اللغه الفرنسيه طالع كان عندي سونس اكس وي فيه جوج الفرنسيه واو الشيء اللي خلاني نجيب داك الجهوي بشي 7 ولا 8 الا باقي عاقل وباش نجيب الباك خصني تكرد بنيت يلاه بصح قول لي يا اخي عاود زيد وجهك الباك هذا كاين الاجتماعي كنت تتكلم على الاجتماعي الاسلاميات الرياضيات كنتكلم شويه هذيك جيني فيه فكري انا الاسلاميه جا خاي كنت قرايتها مزيانه على قبل كنت العصا من الوالد كنت جبت ليه جوج عطاني طلقات العصا قال لي انت طالع هي كافر لا يمكنش الوالد راه عند الناس تيقول لك غير حفظ وجي الورقه عرض وانا عدوي هذيك حفظني باش تعرضني صافي فاهم عطينا نجاوبو وما تيقول لك اكمل كدا 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 نبقى نعرض انا صافي وملي كتلس الخط العصا والوالد بقى فيه الحال وكدا لا والله الا جبت فيها مزيان في السيزيام مزيان نفعك انا نفعات لان ديك النقطه السيزيام كتجا معاك للباك قول لي اخي هذيك الباك شحال جبتي الباك؟ الباك ب 1242 اللهم بارك انت اخي دوز لا دوز جينا بين فئه 14 والقرايه 17 راه ما قاسين لها 17 وما بين الفئه العشاريه ديالنا حنايا اخي سي مهات 12.42 شوف غير شي مواد اللي نفعوني وهذيك جوج النقاط والله يتا غيبان لك الروطار نفعني نفعني غير المات والتربية البدنية والفيزيك لأن مثلا أنا في الامتحان الوطني ديال الباك جبت في الماط 75 وكان المعامل 7 تما في الصوت خير باين علاش الحساب علاش الحساب راضي شوف شوف اخي انا واحد الشركة مانفيستي فيها دخلت لها على حقي داشي تجي ولا ديج لوديت قلت له ماشي هذا الاوديت غادي تعاود لوديت ومورا لوديت اللي كاين قلت له نشوف ما حد تيجي حيا كاين تمايا صافي انا مهني على ديك الشركه الفارما عندهم مين يدو صافي شي حاجه صغيره يقول لك لا دا هادشي ماشي هو هذاك من ورا البكالوريا شنو درتي؟ اول شيء جيت الباك في واحد التخصص اللي ما بقاش علوم تجريبيه التخصص التربيه البدنيه وين يعني التخصص كان جكروا 2006 اخر بروموسيون كانت في المغرب من بعد وزاره التربيه حيدوه حيت صراحه كيخرج لهم الناس ما كيقراوش للامانه شنو زعما الناس ما تيقراوش لانني كتقول انا كنقرا التربيه البدنيه صحاب واش السبور هو الماده الوحيده اللي غيقرا مع ركبوها في السميات يصحاب وجهي ديالي دابا انا بروموسيون باش قلت في الباك جيت باش دينا الباك القسم فيه 17 واحد كنا قلال على ودي داك التخصص ومن 17 جوج شدوا الباك يعني هو جاي باغي يلعب غير السبور كراشي يكون مواد كامل سبور 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 مزيان من وراها شنو مشيتي درتي من ورا البكالوريا من وراها مشيت لافاك اولا في اكادير جامعه ابن زهر درت ليكونومي ندور عندك اخي الكاميرا درت ليكونومي ايكونومي جيستيون هو اللي درت ماشي على شي حاجه لان نقدر نقول لك ما عندي حتى شي خيار كامل خيتي للامانه ما عندي حتى شي لافاك قال لك ما كاين حتى شي اوبشن تمشي لافاك ما عندي حتى شي خيار لان اول يا اخي دعمك كيفاش مشيتي من تيزنيت لاكادير دعمك الوالد هو اللي مول لك شوف انا شديت الباك قال لي الوالد شنو غدير ولدي قلت له نمشي لاكادير نقرا فيها الوالد عارف اكادير ما عارفش لافاك بالنسبه لي تمشي تقرا في مدينه اخرى
كي قال لي الوالد ولدي انا قادر نعطيك 400 درهم في الشهر كافياك؟ قلت ليه كافياني وانا ما عارف واش كافياني ولا ما كافيانيش، ولكن ما يمكنش انا نحرج اكثر. المهم تنحطو في السوق وتبان واش كاين وباقي عاقل. شفت واحد كتعرف واحد الصاك اللي كيجيبوه من فرنسا، واحد الصاك بلاستيك درت فيه جوج كواش مخدات 400 درهم في جيبي الى اكادير. تحطيت في اكادير مع الدراري صحابي، كرينا دار بشي 1600 درهم، وباش تجينا شي رخيصه كنا 10 الناس بلان يعني. يعني تدخلوا 160 درهم لواحد. 160 درهم، لان عندك 400 درهم في الشهر، تحيد منها 160 درهم كتبقى لك 240 درهم. انا شويه ضعيف في الحساب راه 240 درهم هي 240 درهم. انا ديما خصني نستعمل الكالكيوليتريس حتى وخافد الحاجات البسيطه. يعني الوالد كان كيعطي لي 400 درهم في الشهر، وداك الشيء صحيح غير الايام الاولى او الشهور الاولى. 25 دولار اخي سيمون. 25 و كيفاش اخي قاد هاد راه دابا انت تقول انا راه باقي راه دماغي مشى تنقسم 240 على 30 كذا. شوف انت كتخلص لك 160 درهم، كتبقى لك واحد كما قلت لك 5000 ريال مغربيه، 5000 و ديك 240 درهم. ديك 240 درهم خصك تجيبها في الشهر. اون فوا كليتيها مشيتي خديتي ساندويتش ولا كليتي غير 30 درهم، بحال قلت لك كليتي 3 ايام ديال الشهر. وباقي عقل عندي باقي واحد لاجوندا كنا كنقيدو فيها، كانت الا فتي 8 درهم 7 درهم 8 درهم في النهار غير خصك الحساب. وكنا 10 د الناس كان الفيديو باش كنعيشو في النهار واحد 7 درهم 8 درهم لواحد 8 درهم بلافون، و 8 درهم تخيل غير سنه 8 درهم كتفطر بها وتغدى بها وتاخذ بها كاسكود وتعشى بها صافي. راه تنجري يجي حيا الحساب تنجرو الحساب فهمتي. دابا راه واحد الكومبابيليتي هو معاك في الحساب. اين فوا غتخرج على هاد المعدل غتبقى في الزنقه، ما كاينش مين يجيب ريال. كنتو كطيبوا الكامله مجموعين ولا كل واحد تياكل بوحديتو ولا شكون اللي كان كيمانج اخي؟ لا كان عليك طيب كامله غطي عليك ب 40 درهم، ياكل فيها 10 الناس غيتقاب عليك واحد 4 دراهم بحال هكا الجميت. وباقي عاقل في الفطور، في الفطور ما خصكش تفوت درهم درهم ونص في الفطور، كتكونوا 10 غتجيبوا 10 الخبزات واحد درهم السكر درهم الزيت ودرهم الاتاي. اتي عليكم الفطور ب 15 درهم، كان درهم قرب بلاش بغيت درهم وكتقسم على 10 باش تحل لك درهم ونص. درهم ونص في الفطور، واحد جوج درهم 3 درهم في الغداء، درهم ونص في كاسكروت، وجوج درهم في العشاء، اتي عندك 7 درهم 8 درهم. اين فوا غتخرج على هذا الشيء اما غتاكل. شكون اللي كان كيدير الاداره ديال الميزانيه؟ انا لا خرجها ولا كتبقى شي فويت شي جهه كتكالي؟ لا لا الدراري باش ملي شافوني ناضي في الحساب كيجيو عندك يقول لي هاد الحساب ديال هاد السيمانه شدو عندك بحال هو ضمن ان السيمانه غياكل صافير وكلمة الله يعطيك نمشي نقرا. وكانوا الدراري كانوا تيقراو ولا كان هارك اللي شوف نجيك صريح ماشي كاين شي قرايين ولكن ماشي شي قرايين واعرين حيت راه كما قلت لك كامل جاب 10 ب 11 غير ادايزين الناس. وي 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 شنو ضربتي في لافاك السنه الاولى الثانيه الثالثه ولا شنو درتي؟ شوف لافاك قريت فيها 4 سنين، يعني انا 4 سنين من 2006 حتى 2010 في لافاك. اول عامين خديت الدوك الايكونوميك، العام الثالث دخلت السوميستر الاولانيه واحد دو موديل، في السوميستر الثانيه بقاو لي دو موديل ناخذ لا ليسونس ما كملتش. شنو السبب؟ ديك الساعه كنت داخل الويب. شنو داخل الويب؟ يعني بدات تدخلوا الفلوس من الويب ولا شنو؟ كيدخلوا واحد 600 درهم في الشهر فلوس. احسن من 400 ديال الوالد وزيد على 400 الوالد 600 كملت 1000 معلم. وبقى الوالد شاد معاك 4 سنين كامله. لا قلت لي قبيله قلت لي راه هذيك 400 درهم غير تقالت. هذاك الموعود ديال ولا ما تقول ديال من يا جدني غريب انا من سنوات من هاد البيريود غير تقالت. لا غير كتقال غير مو فليكس نجاح نجري لك الديكالا نجاح نجري لك تيستيش نجاح نجري لك. هو غير تقالت راه ماشي زعما الوالدين ما كرهوش ليك ما كرهش مسكين ما كرهش مسكين. هو بعدا ملي قال راه دار معاك جابي عطاك واحد لاسيغونس كتقول واه هي كاين واحد 400 درهم باش نتقاتل بها هو ما بعدا راه كاين هذيك الشيء كيتقال وغادي 500 درهم 600 اللي كانت كتدخل من اش كانت كتدخل؟ من ادسنس. شنو كنتي خدام في ادسنس تقريبا؟ شنو ديك الساعات كنا كنقادو دي بلوك في بلوك سبوت جيران
وكنحطو كونتيني وكن بوستيو هادشي. انت مازال فلافاك؟ انا كندوي دابا على 2008 2009 مازال فلافاك. مازال فلافاك. هادشي كنتو كديروه من البيرو من داك البلاصه اللي فيها 10 الناس ولا ما عنديش بيسي وباش جايك انا شنو وقع ليا؟ انا جا العام الثاني تلقاك جا كرا معنا واحد ولد خالتي. هاد ولد خالتي عمو في فرنسا عفوا في بلجيكا عطاه واحد البيسي. عرفتي داك البيسي بحال شي مره حامله عطاه لي وشت داك البيسي ويبان لي لقيت الحلم. حيت انا كنت غير مره كنمشي للسيفيل صافي بديت كنتعلم فيه شويه بشويه. وواحد جارنا في السيكتور في اكادير في السلام اللي عارف ديك البلاصه فاش كنا كريم عنده سيفيل وكنمشي عنده. هو داك السيد دار ليه با ولا ما عرفش شكون اللي دار ليه واحد السيفيل ما كيبغيش يجلس فيه اي دروله. وانا شنو كندير؟ كنجي كندوز تما وكنمشي باش سميتو السي حسن باش يشوفني يقول لي بيك سي واحد ربع ساعه مشي لواحد الغرض وانا عارف اللي كيقول لي جلس كيمشي 10 سوايع هو باغي غير يسلك وانت باغي تكونيكت. تما فين بديت كنقلب ديك الساعه 2007 2008 2009 راه ماشي بحال دابا. راه ديك الساعه كتقول باقي كتقرا في المنتديات الربح من الانترنت حقيقه ام خير؟ والله يا اخي ماشي بحال دابا. باقي عندي فيديو في 2011 تنقول لهم ها عباد الله راه كاين ربح في الانترنت. واه واحد الشيك. انا اول دري قال لي كاين ربح من الانترنت من ولد اكادير. عامين عاد دخلت الادسنس. عامين من بعد عامين وتي كتب عامين وانا تنقول ليه واش كتفلع عليا باش غادي يربحوا منا الفلوس اش تحمق. وعامين مسكين قال لي شي جوج مرات ثلاثه مشى في حاله صافي بقى حمق معايا راسو راه مشى في حاله. وراه لوجيك راه باقي ديك الساعه كتدخل راه باقي كتقرا هاد الاخبار هكا كتقرا هكا ارتيكل في شي منتدى شي كيقول لك واش هادشي حقيقه ام خيال بحال قال لك شي واحد الكائنات الفضائيه. باقي دابا تقرا الحقيقه عرفتي علاش ما تيقتوش؟ ما بغاش يوريني الكونت ديالو. ديال اش الكونت ديالو؟ تنقول ليك فين كتربح هاد الفلوس؟ تيقول لي راه كاين واحد لوغين مود باس الميل تندخل وحكا هذا ما هذا. مع ديك الساعه ما كانش التليفونات باش يوريك التليفون. تنقول ليه مشي معاك للدار كيدير الساعه باش يوريك شي واحد خصو يجرك معاه. تنقول ليه مشي يدير للدار واش ما تعرفش فيا راه بغاش يديني للدار ولا شي حاجه. بقى تيقول لي شوف صح كاين فلوس وراه كيفاش كنربح اشرح لي كل شيء بلي ديتاي بانياغ وكذا. راه كيطرا واحد اللقطه شو كونت بحال الدراري ديك النهار تيعاودوا لينا قال لك ريحوا مع واحد صات تعاودوا ليه هو ولد فاميلا تعاودوا ليه طن 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 تربحوا من الانترنت كذا 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 كذا. قال لك وصافي خونا في الاخر مشارك في الرانج ديالو. قال لك وما الهضره ديالنا كامله ما تاقش فيها لان ملي تفرقنا معاه مشينا ركبنا في موطور واخا كنتفكر منه. يعني هي هاتي ديالي قدر يديك لشي واسط دارهم تبان لك انت عيانه وتقول لها الكذاب لو تكون كنتي كتدخلني كاع باش نسكن نشوف لان انا انا اصلا ما عندي سيريال مقحط زعما كثر ما عندي من زعما الليفل ديالو غيكون اكثر مني. ولكن كيخصني نشوف. علاش قلت لكم هاد الهضره؟ باسكو دابا الدراري تيوريو كلشي تيوريوك لي كونت ويوريوك لايف ويقول لك انا ترى فريجيري تحب كنكذب عليك راه ماشي انسبكت اليمو مع ذلك الناس ما تتعرفش. لا لا دابا صافي سنتينا هاد الموضوع هذا وكلشي كيتسح. ولكن هنا ديك الساعات كان صحابي اللي ساكنين معايا كندوي على 2008 2009 كنقول لهم الدراري راه كنربح واحد 600 درهم 700 درهم في الشهر في ادسانس ولا كتقول لي هاجي. هو شاف كيشوف ديك الساعه كانت داك الويسترن فاش كيسيفطوا ليك كيشوف وانت عايش معاه شاف ماشي كيكذبك. مي هو كيقول لك واش انت كتقاتل النهار كامل كتمشي للسيبير كتخسر 10 درهم 20 درهم في النهار في السيبير باش تربح 10 درهم. يعني اللوجيك ديال الانسان ما كيتقبلش ليه هكاك. حيت انت ما كنتيش كتشوف الفلوس تربحهم كتشوف ان شي حاجه غتكبر شي حاجه. وشنو اخي السبب صافي اكزيتيتي على قبل 500 درهم ولا بدات تتبان شي بركه؟ لا هذيك الساعه تعلمت شويه في ادسنس. من بعد تعرفت على السي جي تكون كتعرف كوميشن جانكشن. انا اول 100 مليون في حياتي درتها والكارير ديالي ديال الويب تبدلات بسبب السي جي دوت كوم. الافيليت ماركتينغ تانا دخلت السي جي تما فين بديت كنتعلم شويه بشويه توصلت ديك 2000 درهم 3000 درهم في الشهر. تما فين قلت بلاتي راه هذا الشيء ما بقاش لعب داك الخيال ما بقاش. راه كيما درت 600 من بعد بعام درت 2000. سمع راه ماشي درت قلت لك 600 اليوم وغدا 2000 راه عام وانت كتدخل غير 600 درهم 70 درهم ولا عام ولا عامين. مزيان خاطر ملي بديت مع في السي جي مدة ثاني كنتعلم كنقرا كنجرب. بديت كندخل ديك 2000 درهم 3000 درهم في الشهر قلت
راه هذا الدومين كيستحق انني نعطيه وقتي ونعطيه مجهودي. انا واخد الدوك ولكن كنشوف في نهايه المطاف فين غادي كاع انا بهذا الدوك ديال الايكونومي. في نهايه المطاف خصني نمشي ندفع لشي شي بانكا ولا شي كونطاب ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي اللي كنشد دابا راه نقدر هو اللي غنشد ديك الساعات اجي انفيستي مزيان في هادشي. شنو هو انفيستي؟ انا باقي في السيبر راه كان هادشي كامل اللي عاودت لكم ما عنديش بي سي. انا باقي هادشي كامل كنخدم في السيبر. انا اول مره كيكون عندي بي سي 2010 يعني 4 سنين وانا في الدومين و 3 سنين وما عنديش بي سي. تبارك الله. صافي تما فين بديت كندخل ديك 2000 درهم 3000 درهم تما ما بقيتش مركز على القرايه. السنة الثالثة عليها ما مصايد كل موديل هو السنة الرابعة حيت واخا انا 3 سنين انا ماشي كندخل لي موديل كاملين في فهمتني. هذا العام كندخل غير 6 لي موديل العام الجاي. السنة الرابعة درتي الله يعاون. صافي الى يومنا هذا. وكنعاودو نرجعو لهذيك النقطة ديال الحرب والقتال. يعني ما عندكش لي مويان حتى هاد الخدمة كاملة راه مبازي على البيس. ما عندكش لي مويان وما عندش الانترنت تتشقراي من السيارة وداك العائد ما كيشجعش. واحد كتقول لي دابا كتلقى واحد جالس تيمشي يدفع لشي خدمة تيقولوا لي غنعطيك 4000 درهم تيقول لي ديالاش يبدا يبدا تحرك بدا ب 4000 وبقى معاهم يبين ما تلقى 5000 وتنقص ماشي انت ما خدامش ديالاش تيقول لك ما مسلكاش. عطيتها اخويا رضا لان الدراري انا اللي كنشوف حاليا ان ما بغاوش يدوزوا من المرحله ديال التعلم. قال لك اليوم غندخل الويب ولا غندخل فيما بغيت ندخل خصني غدا ندخل الفلوس تاع سايكل فيراريه. لا ولا شي ديك الثقافه ديال الكونسوماسيون بالزربه كما قلنا داك النهار كيشوف فيديو في يوتيوب فيه 4 دقائق كيقول تعلمت تيتوريال فيه 5 دقائق وصلوا اخي لواحد الدرجه دابا ديال داك الفيديو تاع 4 دقائق والله ما كيتفرجوا فيه تيمشي تيبقى تيدوز زيد كيدوزوا تي تيصيفط لك بريكومونتير تيقول لك قول لي انا دقيقه دخل في المضمون. وراك مسالي صاحبي واش المهم النهار ديالو عامر صاحبي واش كتضيع عليه الوقت. قول لي انا راه تفرج في جوج دقائق الاولى بنت لها بريزونطاسيون كتب لي انا دقيقه دخل في المضمون تنطلع على التعليق من بعد صح بلي وحق ربي هادشي كنتعجب دابا الدراري اللي يدخلوا لهاد اللايفات اللي كدير في هذا رمضان وصبر ساعتين تما كانوا هو كيتفرج وكمل الفيديو جيب لي فلوس اخويا طارد من اليمين فلوس عيب فلوس لا صاحبي لا سنعقل ادسنس كنا كنشدو التران من هنا حتى الكاش وتبقى تسنى واحد الصف ديال خوتك حتى انت بحالو شتي شتي كاين واحد الحرام اللي تيدير فيتي تيتعمد يطلع عليك داك لا ريبونس خمسة دقائق تدوزها وانت كتقول لي يا ربي قول لي من بالي يا ربي قول لي من بالي راه هنا اخي الغساني ذكرتيني بواحد القضيه يكون السيمو داز منها راه في 2010 سي جي كانت كتخلصنا بشيك سمعت اولا الشيك كيوصلك في 30 يوم ولا ما عرفتيش كيوصلك في مده وديك الفلوس شحال فيها كاع فيها $100 $200 $300 كتديه لابون كتحطو شحال خايصك يتخلص 3 شهور 3 شهور الى سربوني ملي طحت على البنك العربي قال لي شهر وترى عينيا تحلو غرغرو ويلي السفر عبر الزمن هذا هو راه هذا في الاخر هي جيم ديال البنكات كيخذوا الفلوس راه تيوصلوا ما خايجي حيا الفلوس تيمشيو يخدموا بهم عرفتي شنو هي مخلي عنده واحد الكاب ديال 3 موا تيجمع الفلوس جمع 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 يمشي يخدم على حقاش ما عندها حتى شي مضمون انا نحط شي غير تخليني 3 اي راه قولي ملي قلنا 2000 درهم ما شديتيهاش لفان دو موا راه باش ديري شي قالوا لك هو عندك غيوصلك في الشهر وغيتخلص في 4 شهور خمس شهور يلاه تشد فلوس يلاه كتشد 2000 درهم وشوف تشوف واحد المره شوف قايه في تيزنيت هذه نسيتها اول 4 الشيكات وصلوني وصلني واحد الشيك مشيت عند واحد الدري صاحبي الهاشمي قلت له هاشمي عندي واحد الشيك قال لي راه عندك البنكه راك عارف الهاشمي مشى معايا للبنكه حليت كونت بنكير في واحد لابونك ولا ما نسميش ديك السيد عطيتو الشيك
كيشوف فيه هكا بحال جبتيني شي ورقه مزوره جبتيني واحد الحاجه اللي من عالم ثاني ويقول لي هادشي صحيح قلت ليه صحيح ويقول لي اوكي لا انا قال لي فين هي السينياتور قلت ليه هي لا انا قال لي ماشي بالستيلو كاينه فيها قال لي هذه ماشي بالستيلو هذه البريميا قلت ليه هادشي اللي كاين قال لي ايوا خليه نشوفه عطيتو الاولاني الشهر الثاني وصلني الثاني حتى وصلت معها الرابع الى ديك الاربعه الشيكات عنده طاد ما دخلش للكونت ديالي حتى مشيت عندهم خديتهم وديتهم لا بونك اخرى في اكادير عاد خلصوا لي هذه اول مره هو شوق علي في نهايه المطاف ملي كيهضر مع هذاك هذا الهاشمي صاحبنا قال لي يا ودي راه انا داك الشيكات ما عرفتش كيفاش نخدمهم اشنو دار خداهم في خداهم حطهم في المجر لا بس هدرت لا انا اجي هذاك هذاك النقاش كان النقاش مع البنك قال لي شوف هذا راه الشيك مزور قلت له والله ما مزور قال لي وفين هي السيناتور بستيلو قلت له هذه شركه سميتها سي جي دوت كوم كتخرج واحد 100000 شيك في الشهر الديريكتور اللي كيماناجي لهم الفيلم ما تنساش بقى يسني حطوا لي يضرب 100000 سيناتور صافي طبعا هو عطى للشعبي يدوز قال لي شوف غندير معاك واحد القضيه ندفع هاد الشيك هذا ولكن بالرب ويرجع الى غادي نشارجيك على لي بخي ديال مشى الشيك ورجع قلت له ماشي مشكل قال لي سني لي هذه الورقه قلت له مرحبا سنيتها شي طروه ولا كاتمو تنقول ليه رجع تقول لي لا ما رجع ما تخلص ما رجع تخلص وكنتسنى عشان وصلني لي سي ميساج صاحبي وعاقل مريح في السطح ديال الدار في دوار يزيكي ويلي ويلي خصني نعاود لك هذه القضيه نسيتها مزيان ذكرتنا خير غيساني اول مره غيوصلني الشيك من سي جي كان سي واحد الصيف يمكن 2009 ولا 2010 ما عقلتش بالضبط وانا في الصيف شنو كندير ملي كتسالي القرايه كنمشي كنخدم في القبص مع الوالد اوكي وحنا حنا دارنا في تيزنيت ما عندهاش لادريس ديك الساعات اوكي لادريس هو ديال المحل ديال الوالد حطيتو جا الشيك عند الوالد جابوا ليه فاكتور قال لي شنو هذا الشيء قال لي حيت صاحبو قال لي هادي جات من امريكان الوالد سمع امريكان هو تخلع ديك تيزنيت اكادير كتقول لي امريكان ويحل الوالد ما فهم والو ويعيط واحد الاستاذ اللغه الفرنسيه صافي الشيك بلونغلي عيط لي لواحد الاستاذ واش قال لي داك الاستاذ قال لي هذا الشيء فيه الترويض ديال التزوير لا دابا داك الاستاذ ما عرف ما يقرا هو سمع هو يقول لي يلاه نمشيو مع عند صاحبنا واحد بونكي صاحبهم في واحد لا بونك بلا ما نسميش يلاه نديو ليه هذا الشيك مشاو بجوج هذا الشيك مع 10 الصباح مشاو لا بونك داك البونكي ديال ديك لا بونك خدا داك الشيك هكا شفتي زنيت كنعاود لكم ويقول لي هادشي مزوار وطونسيون هذا الوالد ركب ديك الموتور لعندي عندك دير شارج اول لغه غايقول اول حاجه غايدير الوالد هو يصرفقني صيفطتك تقرا ولا صيفطتك دخلني للحبس دابا قول لي انت كيفاش غتشرح هاد القضيه والله الا دابا تنقول لهم جيت ولقيتو عم صاحبي الطريق مكاد والله الا مكاد عرفتي راه صاحبي كنت مضطرب مع هادشي مي يخرجوا لك الفلوس نهار جا الشيك ومشينا نصرفوه ايا انت راه بغيت المخزن يجي يديك ويدينا حتى حنا وحنا ما دايرين والو غير كي درتي كي در قرش بعتي انا شبعت انا اش درت انا كذا 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 لا لا هادشي هاد الهضره راه ما تيقولش انا صاحبي كتحاربي باش تثبت راه كاين البيع في الانترنت وراه هذا الشيك راه جاني انا اخي الصطوف مرحبا بك اخي الصطوف فهمتي عند دابا داك الشيك ديال السي جي اللي كندوي عليه هنا قلنا لكم غير 2000 درهم راه هو راه فيلم وراه عامين ولا عام عفوا ديال باش غيتفهم لو كملتيش انا خيدي عيوا صراحه انك مش فسرتي الوالي الوالي لا الناس راه تيتسنى الوالي واش اللي باش استتيني وكلت الضربه ورجعتي للور فين هو الشيك فين هو عند الوالي واخا واحد المصيبه كيفاش درك يبيني داك الشيك ديال الوالده طلعوا آه. الدار حطوه في واحد البلاصه في الماريو عنده في بيت النعاس وانا تابع الوالده الوالد شنو كيدير بحال داك التاهب ها واحد الشيء كيتسنى يطلب ولا تجي كيتسنى من الخزن اللي يجي لا خليه عنده داز واحد دو سيمين تروا سيمين الامور كان ما الوالده جابته ليا ما فين ديتو لا بونك ولا بونك ربع شهور فيلم طويل الله يبارك اخي الحمد لله اخي تزنا دابا فلان تقول لي يو كان باي فلوسك انستونتان بلا الوالد بلا الوالد قرب شي حاجه ودابا دابا اخي الغيسان كتمشى في الزنقه راه اطرال السيمو الدراري كتلقى بالسيد كيقول لي راه السي محمد ولا السي فلان ولدي كيتفرج فيك مزيان داكشي اللي كديرو دابا لي بارون راه عارفين هادشي
وهذيك الساعه تقول باك خدام في الانترنيت ويلي راه انت شفار والله لا يولد سيمو عيط انت شفار ما عندك سيمو عيط له السيد جاب له البنت وكذا هو قال له والله الا جا الكوميرس وكتقرا لي كوميرس وفي شي هذا مسكين تيقول له عافاك ربي قال لي الكل ديالك تلقى بيب وكذا الله يحفظك الا ممكن تعطينا شي ربع ساعه ساعه قلت له اوكي ما عرفتش منين جاب المرتي قلت له اوكي وجاب البنيه ومسكين شوف ها انت واش تخيل معايا فواك شو جايب بنت وبنت صعيبه على دري انت جايب بنت وجاي مديبلاسي معاه مسكين من قنيطره وما عندهمش الطوموبيله وكذا وقدرت اخا يجيك المجير فهمتي وتقول لك راه كتشوفكم وكتانسبيرو وكملوا والله يوفقكم في هادشي اللي كديروا الله يجعل البركه دابا لي بارون فاهمين كيشجعوا كاين جو كرو ما كاينش ما عندناش الانترنت حاليا لي بيسي كاين التليفون كاينه المعلومه كاينه كلشي كاين وباقي كاين الاعذار اما ديك الساعه راه ما كاين حتى شي حاجه الساعه خاص تقول العوده لا ما عرفت شنو المايند سيت ديالك ديك الساعه ديال انك خدام وما شديتيش الفلوس ديك الساعه وفي الشك والروينه والوالد واخد لك الشيء كيفاش كتفكر باش تزيد زعما لا ما حبست ما حبش دابا هو شنو فين غادي يحبس علاش ما كاينش علاش يحبس ما كاينش فين ترجع دابا راه هادي اللعبه الزوينه شحال واحد تيقول لي وكيدرتو حتى استمريتو زعما انت انا ما كاينش اخويا مروان ما كاين حتى شي خيار اخر انا نسيت واحد القضيه ما قلتهاش انا مشيت لافاك قلت شوف القرايه شديد دوك غدوز هاد 3 سنين 4 سنين ويد غيقول لي شنو درت اولدي فين خدام انا خصني نسوفي قبل ما يسول لي واحد هاد السؤال صافي هذاك الديد لاين معلم واحد جاي والميكروزيك ما راح تكون انت لقيتي الجواب يعني غدوز ديك 4 سنين الواد غيقول لك فين خدام راه ولد فلان ولد فلان تا راه خدام ولا بونكي ولا اكس ولا ايغري انت شنو كدير ديك الساعه خصني انا نكون مسوفي راسي ندير يديا بجيبي وليد كونفيرم ما عندكش يعني ثبت لي دونك انت امام الوقت يعني ما عندكش باقي تقول لا رجع اللور ولا شي حاجه فين ترجع قول لي اخي يحيى باش ترجعوا ل 2010 سي جي بي سي 2010 سي بي سي 2100 درهم بلان ما تصابش بي سي ولا باينه بي سي ديال 2100 درهم داك العاد راه كان بي سي على قد العقل شي بي سي دبر 2100 درهم تجيب ليه بي سي ولكن كنكون دبر شي بي سي مزاح حيت كنخدم في السيباب هاد السيبي اللي نفعني اي كنت دبر شي بي سي كيجيبوا لي كان فورماتي وبي سي اخي يجي حيا ما عاودتيش هاد اللعيب راه كنتي كتدخل الفلوس من الفورماتاج البي سيات تقاد البارابولات اللعيب هادي شنو نسينا هاد اللعيب هادي راه البارابولات كنت خدام فيها وانا كنقرا في الليسي وانا كنقرا في الليسي كنت كنربط بالبارابولات ديك الساعه كان الموجه ديال 2004 ما بين 2000 و 2004 كنت كنضب على صريف كنركب البارابول ب 30 درهم بلا اباري بيان سي بلا ما كاين لا اباري لا كتحاول تنقل الكونفيجر لا كتحاول المهم انا التكنيك اللي كنت كندير هي كنحاول نقرب البارابول الاخر لا هي كتحاول يعني وكتبقى تقول لها امدرا لا امدرا زعزع قاد وهنا مزال واحد الطريقه واحد جارنا ماشي بلومبي تريسيان هو كتا هو كيخدم بارافولات وشافني كنخدم مزيان هو يجيب ليا ولدو قال لي شوف ولدي غيمشي معاك وغتقسم معاك وغنعطيكم ديك التلفازه ديك الساعه واحد التلفازه صغيره كتطلع معاك السطح باش تشوف واش ديري السينيال صافي ديك الساعه شراني بهذيك ابغريديت وقابل نقسم مع ولدو والله مزيان اخي تعلموا الثقافه تاع البريكولات من الصغر حتى هي مزيانه ماشي ديك اللعبه ديال رياح تسنى الوالد يدير بانيك سبحان الله جينيراسيون ديالنا هذه كانت عندهم ماشي كانت زعما بزز منك ديرو بزز لان لقيت الطريقه الوحيده باش تدبر على راسي انا دكين درهم الصباح درهم العشيه وهذيك درهم الصباح والله لا انا الحمد لله خير متفق معك على حقيقه ملي كنقول درهم الصباح درهم العشيه تيطلعوا الصمه دافرش يقول لك التاريح باقي شي واحد ياخذ درهم الصباح درهم العشيه والله الا لا الفلوس الا كنتي كتاخذ اكثر تقول له بالرب الا خاص يسمعوا لك الغيساني كانت اخي درهم الصباح درهم العشيه بالله حتى انا درهم الصباح درهم العشيه ولكن عندي دراري صحابي 10 دريال في النهار ما كاينش والله سمح لي واش كتاخذوا درهم من لي باو انتما برجوازي هادشي اللي خاص يوريني في وانت انت كتمشي تبيع الميكا في المارشي الميكا كتشريها بجوج دريال كتبيعها ب 4 دريال باش تصور درهم هادي راه سلسله الضرب عليها انا ملي عقلت الوالد عطاني ارجون دو بوش ما كانش ضرب ما كانش شكنا كنا نديرو كنبغيو نلعبو بلاي ولا شي حاجه ملي كنا صغار ولا نشريو شي في ولا شي حاجه كنمشيو كنقلبو على حدا الديور اللي كيتبناو كنجمعو النحاس
بالله اه واه كنبيعو بالكيلو القراعي والخبز الكير المهم ومره في الشلويط كيعطيك 7 دراهم كتحسن ب 5 دراهم وكتجيب جوج دراهم الزريعه يا ريت كان كيعطينا كان كيديني هنا في الزريعه يا ريت بعدا عطاني شد بيدي وملي قلت ليش يدير ولا شي حاجه صراحه كنت اخي كنت كنبروكري في الحسانه والله الا كنت بروكري في الحسانه تعطوني 10 دراهم وتنتي 5 دراهم عرفتي شنو يا صاحبي تدي نص بالنص ويلي ويلي بعدين داك مشكله لانك كتاكل الصرفيق ولا لا كيديك وانت صغير انا دابا كندوي لك كبرت شويه يعني 7-8 تسعه لا تيوسع لك لا ماشي كتمشي فيما بغيتي لا هذا لا تمشي عند فلان وكان البارح بالليل داز حدا قال لي غيجي غدا لحد فلان وقال لي مزيان هنا عم كيقول لك لا داك الشيء مقاد ما تقري الحسانه مازال عندك الحق دير شي حسانك ولا ما عندك ما عندك الحسانه بالرب ما كتشوف شوف لا هذيك الحسانه ديال الطاليان كنت ضربت واحد الحسينه هكا والله ما تبت في السميطه ناري مع وسط الدار تيرع زيد قدامي عند الحلاق كيجا عند الحلاق اش قال لي؟ قال لي انت راجل دير لي اش بقيت هو انا ناري انا راجل غيب بالضحك قال لي انت راجل دير لي ما خلصش اش قال الحلاق ما خلصش تبعتي انا خديتي 5 دراهم غادي رجع 10 غادي 5 ترونات ترونات رجعوا كنا كنمشيو لهاد المواضيع ما نساليوش القيمه الذكريات ديال الصغر مزيان الجينيراسيون ديال دابا يعرفوا شنو درا شحال والله ولدي انا ندوز معاه باش نحسن ليه وندابزي باش يحسن ليه تما يزيد يقول شنو لا لا والله الا واش شتي الوالده قايله ضربها ليا بهاد السلقه هادي هاد النهار هز ولد الاخت ديالي عند الحلاق ويقول لها انت ضرب ليه بحال هكا وضرب ليه داك السطير هنا ويجيبو للدار وانا نقول ليه اش هاد الشيء الوالد قال لي هادشي اللي عطا الله هادشي اللي هادشي اللي خدام في العيد هذا وقال لي سبحان مبدلع اودي يا اخي 2010 شوف 2010 كما قلت لك 2010 دازت سي جي كنا كنبريكولي و2000 3 درهم في الشهر 2011 نقدر نقول لك هنا فين واحد التحول كبير في حياتي المهنيه اللهم بارك 2011 كان الرابع العربي ياك كان الرابع العربي انا من الناس اللي استبدوا من الرابع العربي مزيان انا الضحك يا ليه انا انا من الناس انا من الناس استبدوا من الرابع العربي هو ديك الساعات حيت انا كندوي اللغه العربيه انا عندي اللغه العربيه الفصحى مزيانه الى حد ما وكنت كنقرا باللغه العربيه فرنسا ما كنعرفش ليها لونغلي شويه المهم كنقرا بالعربيه ومتبع دوك المنتديات سواليف برامج نيت الى اخره مع البدايه ديال الربع العربي كيبانوا لي دي بوست كيقولوا لك زياده متابعين انستغرام عفوا ديك الساعه كان تويتر وي هو تبان لي واحد التجاره تما في الفولورز خدامه مزيان هاد المره ما عرفتش غير ليا راسي للامانه دخلت للبي سي كتبت واحد البوست في واحد في سواليف واحد المنتدى سميتو سواليف كتبت زيادة متابعين خليجيين تويتر وحطيت نمرتي 0-16 خرجت نسيت الموضوع انا غير راسي ما عرفش شنو قال لي للامانه ما عرفش شنو قال لي خرجت الغد لي هو كيعيط لي واحد السيد السلام عليكم وعليكم السلام من الخليج انا بات لي المراه خليجيه اول مره كتجيني شي ابيل بعدا طويله خليجي جاوب قال لي انت حق متابعين قلت له واحده قال لي بغيت 1000 متابع هو معايا في التليفون ويقول لي كم انا داك البوست اصلا ما حاسبش الكور ما حاسب حتى شي حاجه ما حاسبهاش قال لي 1000 وانا نتفكر ان العمله ديال السعوديه هي الريال السعودي قلت له شحال بغيتي قال لي 1000 متابع قلت له 1000 ريال شي اللي خرج على فمي زعما راه ماشي اجتهاد ولا شي حاجه ديك الساعه علاش قلت لكم الرابع العربي لان بداو الصحفيين الخليجيين والمؤثرين بغاو يكون عندهم تاثير الساعه الا شفت العقدتو في مصر راه فيسبوك فاش بدات الحمله اوكي وديك الساعه ولاو الحكومات ولاو حتى الاشخاص كيبغيو يكونوا مؤثرين كيزيدوا الفولورز والى اخره قلت ليه هي سيدي
ويقول لي صيفط لي السميه ديالك صيفطها لي. غد ليه فقط لقيت فيسالية 1000 ريال سعوديه 2500 درهم تقريبا مغربيه. ويسترن ولا فاش ويسترن. وانا ديك الساعه ما عرفتش شنو هو الفولورز منين غنجيبو كيفاش غنجيب ليه. هيا خلصنا وباقي ما عارفينش نسبخو هاد الدراري. دابا نمشيو نتعلمو السباقه باش نجيو عاد نسبخو. وانا كنتمشى وصافي هي الفلوس في يديا. السيد ندي ليه رزقو ونرد كيفاش غادي نرد ليه فلوسو. وانا نرجع عند مولا جونز قلت ليه بغيت نرد هاد الفلوس لهاد السيد كيفاش. قال لك لا خويا هاد البلاد اللي كتدخل ما كتخرجش. قال لي ما كاينش في اليوتيوب. قال لي مشكلة. وعيت لي قال لي شديت الامانه. قلت ليه وصلت الامانه. وقال لي بيلي قال لي ما كاينش ايوب. اي ما كاينش ايوب. ويقول لي كم يحتاج وقت. قلت ليه شوف 48 ساعه. يا سلام. وانا راه والله زعما غير امصنطح كنطيح في الماء صافي. كيفاش هذا الشيء كندخل كنقلب في جوجل كيفاش ما لقيتش حتى شي معلومه تفيدني. وانا خارج وانا نتلاقى مع يوسف اللي معنا دابا في الشركه. قلت ليه يوسف كان واحد البريكول. ويقول لي شنو. قلت ليه غتقاد لي دي كونت تويتر فيك غتقدهم لي بيديك. قال لي افير. قال لي بشحال. قلت ليه نعطيك 4 دريال للكونت. ويقول لي شحال بغيتي. قلت ليه 1000. ويحسبها قال لك 4000 ريال و 200 درهم. ما عرفتش 200 درهم راه مصروف ديال الشهر. قال لي انا معاك. قال لي ما عنديش بي سي. سيبات ما كاينش سي. واش سي ادخل 5 درهم الساعه. قلت لي شوف قلت لي شوف غدا غنبداو نتلاقاو في واحد القهوه في السلام. ما قهاتيش باقي كاينه تما في السلام في اكادير. قلت لي تما نتلاقاو في القهوه وغنخلص لك الغداء ديالك ساندويتش 10 درهم ونعطيك بي سي. قال لي ليكم. قال لي النهار نديهم لك. هو بدا السيد خدام النهار كامل ويقاد 60 كونت. فسر لنا كيفاش هذا الكونت كيفاش كيدار. جاي ليها هو الكونت. هو كيفاش حسبها هو صحاب ليه غيدخل غيكري لي كونت ودوز ودوز ودوز. ملي جاي براتيكي لقى هضره اخرى. لقى انه خصو يقاد ايميل ومن بعد يقاد ايميل خصو يقاد بروفايل في تويتر ويفاليديه بالايميل فيريفي ويزيد ليها تصويره وشويه بدا كيكري لي زيمي بداو كيحبسوه. عاد طاح عليا هو اللي كيخليك تكسيري وخصك. ولا مره كيقول المول القهوه راه الكونيكسيون ثقاله عافاك باش غير يطفي ويشعلوا باش الاي بي لايف بي تبكتب. ويجي عنده يقول لي راه يوم النهار كان قديت 60 60 مضروب في 4 كانت 240 ريال. صور معاك يا سي راه ساندويتش كان ساندويتش 10 درهم كان ساندويتش درهم. انا عليا انا ماشي هذا هو السؤال. لا ما حيتاش انا خلصها. كنقول 60 في النهار راه خصني شحال خصني ساندويتش 15 يوم. لا خصك سكيلي. خصني سكيلي. دابا سكيلي فهمتيني. ويقول لي انا ما خدامش باقي صافي ونقول لي شوف دابا انت خدم بالنهار. قال لي شوف انا غنخدم معاك واحد يومين ثلاثه تلقى مشكل وقف معايا. قال لي خلص لي غير ساندويتش وانا نخدم معاك. مشيت كنضب على الدراري كنمشي الدراري كنقراو في لافاك. يقول لهم تخدم معايا واحد النهار شي بيزنس جديد صافي. جد 4 5 الدراري ولينا كنكرييو. وهنا وليت تجمعنا عند مول القهوه 4 الناس كنجيب ليها انا كنخلص عليهم ساندويتش يخدموا. ومول القهوه جا عندي قال لي واش انت حمق كل نهار من 8 الصباح حتى 10 الليل. قالت لي انا ما نشوفك باقي هنا مشكله. خصني بيرو. البيرو ما عنديش فلوس انا في جيبي شي 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 100 درهم 200 درهم ديك فين قسمت الدرما عرفت فين مشات. طارت الكراوه لان ديك الساعه بديت انا نصوفي شويه ومعايا 10 دوك 10 الدراري ما خدامينش. انا مره كنخلص عليهم الغداء كنخلص الكرا فهمتيني. دونك هما اللي راه الدعوه ديالهم واقفين معك الى يومنا الحمد لله. ويجي عندي داك هو قولي باقي واحد الدرت هو معنا باقي. قال لي راه واحد الدراري باقيين الى يومنا. قال لي راه واحد السيد من الدوار عندنا فينا واحد التيزنيت عنده واحد المحل بغى يكري في اكادير. قلت ليه بشحال. قال لي 1500 درهم. قلت ليه انا غنكري. تلاقيت بالسيد هو يقول لي 1500 درهم الشهر دافونس والشهر كارونتي. قلت ليه كاينه تغد لي انجليزي انجليزي انا وياه عندي 100 درهم خلص في المقاطعه داك الشيء التخربيق ويخرج ويقول لي 3000 درهم. قلت ليه ديال اش. قال لي ديال لافونس. قلت له والله ما عندي. ويلي والله داك السيد كنحتارمو ليه ومن هذا هو يشوف فيا هكا ويقول لي كيشوف فيا ما عنده ما يقول لي. يقول لي
الله يعاونك ويخليني. دخلنا للمحل المهم حطينا كراتنا على الارض باش ما كاينش كرسي ما كاينش حتى شي حاجه. حطينا الله وبدينا خدمنا. ملي خدمنا ديك الخدمه جبت الدراري كنخدمهم كنقادو دي الكونط دي كونط فين عندي الربح انا وليت كنبوستي بزاف نجيب كلاينت اخرين. ديك الساعه ملي كيجي كلاينت اخر كليان جديد كيولي ديك الكونط كاينه ديجا كندخل كدير ليه فولو هذاك الكونط وهذا السيد اول واحد خدمت ليه بلا ما نذكر سميتو حيت معروف في السعوديه صحفي كبير في السعوديه ومدير تحرير حاليا ديال واحد الصحيفه بدا كيسيفط ليا الخدمه واخد ما عجباتو وكيسيفط ليا بدات تما الخدمه ديال السوشيال ميديا مانجمنت كتكبر صافي وليت كنكبر في التيم وليت كان يعني هذه هي علاش قلت لك انا الرابع العربي يلعب معايا حيت تما كان طلب وي ولا وزارات لان صراحه كيبدا الربيع العربي هذوك شويه ديال ربيع الشباب الشماكريه حالين واحد لاباج راه ما عندهم ما يديروا هذيك هي السوشيال ميديا قول لي يخرج للواقع حتى واحد شويه بدا تيبان بنادم في الواقع ويقول لي دار هادشي ما هادشي ما ركبش صافي ولكن دابا راه عاودوا قال لك شري برد البال مع هادشي راه ما راه معقول صافي تما فين قلت لك الرابي العربي خدم معايا او انا بالنسبه ليا كان مزيان حيت هنا فين خدمت هذا السوشيال ميديا مانجمنت وليت خدمت مع وزارات في الخليج مع منظمات مع اعلاميين قنوات بزاف ديال الناس تما شي اكزومبل اخاي ديال القنوات الا بغيتي تقول اخاي ديالي خدمت مع ام بي سي ولكن ماشي ام بي سي ماشي كنتي كتزيد لهم الفولوور لا 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 السوشيال ميديا مانجمنت لا لا انا ماشي لا 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 ام بي سي خدمت مع الجزيره يمكن ديك الساعه مازال ما ولاتش بي ان سبور الدرع الرياضي ديالهم وخدمت مع شركه عاجلا واخوانه ديال الحوايج ديال شي ما اخو شوف اخي كي بدات القضيه حتى ولات شركه كتمانجي السوشيال ميديا وماشي هي السوشيال ميديا السوشيال ميديا ديال وكان عندنا وزاره العدل ديال السعوديه وزاره السياحه في السعوديه وزاره الاوقاف ديال قطر وبزاف زعما بزاف كان شي مشاهير كامل راه بدا بوست بوست فورو ماشي دمقها من هنا ومن هنا وكاليها من هنا وشويه الشجاعه تنديرها كنديرها لان تسنى تقول كنعرف ندير فين غدير فين ما كاينش تيرا سميت هذاك مول فيرجن ريتشارد برانسون هذاك ريتشارد برانسون قال لك الا جا عندك شي واحد قال لك شي حاجه قول ليه كنعرفها ومن بعد عاد قلب كيفاش تديرا ما تقولش لا ما كنعرفش قال لك يتلع بيل جيتس راه بلا ستوري ديالو كامل على هذا العيب عارف ندير صافي قلب باع لوجيسيال باقي ما عندوش صافي لدرجه نجوم ما باغا نتكش طبيعة على الاسماء اللي معروفين دابا فنيا رياضيا في المشرق للامانه ماشي مع المغاربه واحد المره كنت مع واحد لاجونت في المغرب ديال موبيلي وكلاوني في 400 درهم اليومين هذا ماشي مشكل يعني خدمت مع مشاهير انا كتقول لك انا كتبغي تقول استاذ راه كنضيع راه كنضيع جاجي في هذا السوق هذا انا نمشي نقابل لا حيت اخي السمو هذوك الناس كيخلصوك دافونت من غير هادو تيقول خلصك معطل من غير بزاف بزاف ديال الامور المصداقيه والكلمه انا كنت ملي كنت دير اجونت كومونيكاسيون في مراكش في البدايه 2010 2011 راه سميتها اي بي ويب سوليسيون غادي تقلب عليها بنادم غادي يلقاها تحتلات في 2009 وديك تريزيليات في 2012 صاحبي راه تنشوف بلي كنضرب في السي جي في 2011 فاش نسدى تضرب في السي جي وغادي واش نشوف الخدمه راه كتعطيها واحد شويه ديال الجهد مع المراكنه وشحال كيدخلك وشحال ديال الجهد كنحط مع الرياض في مراكش باش يخلص واحد 5000 وتيصحاب راسو راه خلص شي حاجه وموديفي لي هادي وبتلي هادي وفعل لي هادي وتيبقى بجرجرك واحد السيمو فهمتي عندك لابار الثانية الخلاص وديما هي كتذكرها تيقول لك لا راه باقي ما ساليتيش الشركة تقول استاذ تان على اخي هادي هي السبب اخي يحيى اني قلت ما نضيعش وقتي هنا الصراحة للأمانة انا الحاجة اللي زعما اللي كنقول انني عاونتني بزاف هو انني ما ضيعش الانرجي ديالي في المارشي ديال المغرب كنقول ان الانرجي ديالي كنحطها في المارشي ديال الخليج في السوشيال ميديا هو باغ شونس تحتي في ذاك الفورو لا باغ شونس وكاينه حتى التجربه ديالك الا ولا رزق واخا ديك لابارتي صغيره وكاينه ديال انني انا ما قلتش ما كندويش الفرونسي ولا ما كندويش لونجلي كندوي العربيه كاين المارشي ديال العربيه ماشي كيقول لك لا ما كندويش انا لونجلي ربما كنت كندوي لونجلي مزيان ولا فرونسي مزيان كنمشي لفرنسا ولا شي حاجه هاد السيرفيس كلهم مازالين يعني بحال انا وظفت داكشي اللي عندي العربيه وظفت العربيه صافي
صافي هو خدمت بزاف اخي سمك كما قلت لك مع الاعلاميين المشاهير بلا ما نذكرش الاسماء عاود لينا اخي اول تسافر على برا حتى هي كانت عارفه هذه البيريود هذه والسبب ديالها هو الخدمه اللي ولتي كدير اوكي وليت كندير الخدمه هو تكونتاكتي واحد الشركه شركه مشاهد الدوليه كاينه في ابو في دبي قالوا لي انت كدير السوشيال ميديا مانجمنت عندنا واحد البروجي غيدخل غادي يدخل لموسوعه غينيس سميتو هذا محمد واحد اكبر كتاب على مستوى الحجم ديالو لي ديمونسيون ديالو في العالم غيدخل موسوعه غينيس وداروا على السيره الذاتيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم خدمت معاهم السوشيال ميديا مانجمنت شي 6 شهور ولا 8 شهور بحال هكا وملي غيكون لي فيمو انفيتوني للامارات هادشي كنا عاود لكم 2012 شهر 2012 وانا خوكم حدو تيزنيت اكادير الا طول طول العيد الكبير كيمشي عند جده في تارودن يعني واحد مثل ثلاث برمودا كيدور كازا كازا ما عمرني مشيت ليها ولا الرباط شي اش وصافي ها امسكرو ما طلعتيهاش ولا ما طلعتهاش امسكرو داك هو الحيط حيط بين لي ويقولوا لي غانفيتيوك تجي لدبي تحضر فيه فيمو ولي فيمو كان فيه مشايخ وناس معروفين ما علينا صفتوا لي الفلوس صفتوا لي انفيتاسيون والفيزا وكل شيء الفلوس عاودت لي بيه ديال الطياره وانا خوكم راه ما عمر قطع الكار وكتقول لي انت قطع الطياره دز لي بالخراني ديالك مشيت عند واحد الدري كان ساكن معانا قال لي راه ولد خالتي عنده لاجونس فين زكاني يلاه نقطع لك لي بيه مشيت لاجونس قال لي فين غادي قلت لي غادي لدبي شوف داك السيد ما ديك الساعه ما عندوش الاماراتيه عنده غير الاتحاديه والاتحاديه حدها ابو ظبي وانا غادي لدبي وباش ما يصيفطنيش لشي واحد اخر يقول لي ما عنديش دبي قال لي نقطع لك كيرا انا غادي من جديد داك البي كيرا ابو ظبي قال لي لا راه كاينه باقي الطياره لدبي ماشي مشكل طلعت في الطياره ويجي عندي ديك المضيفه قالت لي تشيكن اور بيف اخوكم شنو ما عارف شنو هو التشيكن اور بيف سي بيلا ما عارف اش كترون هذا اش كتقول وانا بعدا صحابو غادي تبيع ليا حيت انا مولف داك حيت انا شنو مولف مولف داك خونا اللي كيكون في التيران جاي يبيع لك شي لعيب دابا ملي كنا طلبه باش نمشي من اكادير تيزنيت في الاعياد عند والديا كنقريو على واحد الكار كيمشي سيدي يفني كيطيح برخيص ب 15 درهم ولكن كتسنى فيه 3 سوايع كتجلس كيطلع مول البنات مول حسن المسلم انا ديك السيده جايه هزت ديك الكروسه هكا وقلت تبيع ليا في السماء انا اصلا ما فاهمش وكان جالس معايا واحد الاماراتي من الحركات ديالي قشعني ما فهمت حتى شي حاجه ويقول لي راه قالت لك واش اللحم ولا الدجاج قلت له ودي غير ناخذو بعدا والخلاص يحل الله هو هنا ماشي مشكل الفلوس هنا مشكل ديال ان شي حاجه جديده عليا شي حاجه مولفه حيت ماشي ملي كنا صغار ماشي با كيديني ندوز العطله في افران صافي كدوز السطح هو العطله هي البلاد كاين دابا السطح العطله هي البلاد ايوه حيت دابا انا بني منال العطله هي بني منال هي بني منال زعما حتى في الطريق غالبا كتمشي ما كتشوفش المشكل قلت لك مشيت ماشي مشكل دازت الفول تعلمت انه كاينه الماكله في الطياره فابور نزلت في ابو ظبي وانا تابع الناس وشويه قدامي شنو هو داك البوليسي ديال الجوازات اللي غيختم ليا وانا يختم ليا وانا خارج الزنقه وانا في ابو ظبي ماشي هادشي انا الزنقه وين فينا يا دوبي واحد المغربيه تما يمكن غادي عند بنتها كنت عاونتها فشي تقل وتقول لي ولدي مالك قلت لها راه غادي لدبي وحطوا لي في ابو ظبي كان هذا قلت لها ولدي راه كاين شي كيران تما سيرهم راه هما اللي كيديو لدبي حتى هما فري يعني داخلين ما عرفتش الحمد لله صافي مشيت لابو ظبي لدبي وما قلت لك كان الشجوج بارد الدنيا في اكادير اوكي وانا غادي لدبي انا ما عارف كاين السخونيه في دبي خمس مونطور حامل نزلت تما وانا نلقى وشكون استقبلني داك الدري اللي قلت لكم با عطانا التلفازه باش نعاونو يدير البارافروت كان خدام تما في واحد الاوتيل نيتورك عالمي صافي وعطاونا اوتيل واعر 5 ايطوال وكاين الماكله تما محطوط الديسير وداك الشيء مهلين فينا الثلاجه عامره انا صحاب داك الشيء نخلصو والله ما كنقيسو زين المشكله ديالك تعيش منو يا عرفتي اخي راه صعيب والله
تولي واخا تكون نعمه كتخاف منها تسول دابا ما كتبغيش تسول وكيبان لك بيفي كيبان لك بيفي في الفطور وكتقول واصاحب واش هادشي كامل حيت الثقافه تكون جايه مسطره داك الاستاذ اللي كان ضربك وداك وقدرش تسول ما تعرفش شنو يدير بزاف ديال الخراب العقد مع الجنات تمشي نطايل والله ديال طايلون في لا راه اللي سولت اجي نبان ما فاهمش وانا خليني مريح وفاهم حسن من بان ما فاهمش وما نستغتش وراه تمشي تسول بيبانه يتحلوا لا لا خليني باين نوتر ماشي فاهم ما فاهمش المهم خليني باين نوتر ولا نمشي نتسول ونتفضح وانت راه مع راسك انت الماكله ما تبرعتيش بها وهي تبرعت انا بعدا نزلت شنو لقيت في اللوبي لقيت حسين الجاسمي محمد العريفي الداعيه عبد الفتاح القريني والواحد المغربي تما بعدا صوفانا شويه شوف الصاط ولقى الناس وعلي انا من جيل مع يوسف وفلان وفرتلان وجايبين مع هادو ويقول لك راه العشيه غنديكم لي فيمون في سيارات فخمه ومع من تحت مع عادل الكلباني عادل الكلباني هو كان ديك الساعه ايام الحرب المكي وتحت معاه جوج بينا غادي نسمع معلم الزعامه فين كتجي الصوت ويلي وهو جالس حدايا قال لي منين كندوي انا وياه وبدا كيبغي يعاود لي شي نكات واحد هو فيه داك الروح ديال الدعابه كيعاود نكته نفهمت والو كنضحك بزاف كيعاود ديك السعوديه قح ما فاهم حتى شي حاجه المهم داك داز بدا داز مزيان هذه اول سفره خاي السمو ديالي خارج المغرب انا خارج سفر في حياتي 2012 تبارك الله 2012 سافرتي شي دول اخرين من بعد ديك السنوات ديال 2012 مشيت للكويت مزيان مشيت للكويت في 2012 مشيت باش نستقر تعيش تما مشيت باش نستقر حيت على ديك الساعه داك البيزنس ديال السوشيال ميديا ماناجمنت بوم كان واحد الكويتي صديق ديالي قال لي اجي هنا نحلوا اجونس مشينا حلينا اجونس ماشي هو عنده اجونس قال لي اجي تخدم زعما ماشي غنحلوا انا وياه قلت ليه هي حيت هو كان كياخذ خدمه كيصيفطها ليا قال لي اجي هذا الشيء كامل انت الى اخره مشيت للكويت مشيت للكويت نستقر بقيت تما شي مده ورجعت ما بقيتش بزاف لان داكشي اللي كنت كندير غنديروا اديستونس يعني غنديروا نديروا من المغرب وتما شفت انه كاين شي حاجه سميتها ليفرو سميتها مندوب وما كيسميوه مندوب كنا ديك الساعه كنبيعوا الفولورز بالكاش اون ديليفري يعني شنو هو كتجي عندك السيده ولا شي نجم ولا شي فنان ولا شي كيقول لك بغيت كيعيطك في التليفون بغيت تزيدوا لي فولورز كنقولوا لي غيجي عندك المندوب اعطيه الفلوس ورجع يجيب لي فلوس عاد نزيد لك الفولورز شي في الكويت انا كنقول لك 2012 اسمع اخي اسمع 2012 زيدو غير زيدو تما كنعرف لانه بزاف ديال الامور بزاف ديال الامور تعلمتهم وانا في السفر بقيت واحد المده صافي قلت لصاحبي داك الكويتي انا راني غنرجع للمغرب هادشي اللي ممكن نخدمو اديستون صافي قال لي ماشي مشكل وانا بقيت عندي واحد باقي عاقل شي 3000 دينار كويتي في جيبي شي 11 مليون مغربيه وانا جاي المغرب هاز معايا كاش ما عرفتش انه كاين بعدا الليميت ديال الفلوس اللي تدخل دخل هكا المطار 10000 دولار فتها ودخل المطار هكا في الديوانه في اكادير ويقول لي هز معك شي حاجه قلت ليه شي فلوس شي بركه وماشي بزاف غير انا راه في الليميت ويقول لي شحال قلت ليه بغيت نشوفه وانا حل لك شي حيت ولي هو يقول لي يلا معايا البيرو خصك تعشر عليهم قلت ليه علاش قال لي في الليميت ما كنتش عارف وين فكيناها وخرجنا الحمد لله ولكن تما الفكره هنا ان تعلمت بزاف ديال الحوايج انا ما عارفهم ليكسبيريونس ديال الفلوس انا ما عارفش انه كاين ليميت الفلوس ما عارفش انه بزاف ديال الحوايج اخي راه حتى هادشي اللي سميتي تبارطاجاج انا واحد النهار في المطار في امريكان كندوي في فلوس 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 جيت بغيت نركب في الطياره وتما عرفت راه في المطار كلشي مطرح يلاه جيت وي شي خونا ما بين الجماهير كامله قال لي بليز انت جي معانا ما تسول حتى شي سؤال اخر قال لي هذاك الصاك عندك شحال فيه قلت له كنتو كتسمعوا المكالمه ديال التليفون كندوي في الفلوس ويقول لي انت انت تجاوب حنا اللي كنسولوا قلت له انت قلبوا قلبوا فلان مزيان قال لي شوف دوز في السكانر ديك اللعيبه ديالها هكا ما هزت شي حاجه اخرى شحال هز انا قلت والو شي بركه قليله كانت قليله صافي فهمت تقول لي علاش علاش كنتي كدوي في الفلوس شنو فين كاين هذه المشكله قلت له راه عادي انا راه ما هزت لا فلوس لا والو كانوا شي مشاكل كنا كندوي في الشركه على خلاصات دي ترونسفير كذا قال لي راك عارف راه باقي غادي ندوزو في التفتيش راه الا كنتي هز اكثر من 10000 دولار راه ممنوعه قانونيا سميو تقر لي ولا نقلبوا لك دابا الباليزات ديال قلت له راه ماهاش والله ماز وتنقول نعم
الحمد لله ماشي بركه كبير وانت ما عارفش صاحبي انت كتصافر ما كنتش عارف انا ما كنتش عارف حتى اول ثاني مره غنسافر انا راه اول مره جات القصه كنعاودها لك اول مره ومن المغرب لامريكا يعني ايتوب هذه الحمارة والطياره ايتوب انا ما كنتش عارف انه كاين ليميت في الفلوس وما بزاف ديال الامور هو اللي مكونيكتي فضل الله راه عرف الليميت 10000 دولار هي دابا معروفه مشيتي للامارات مشيتي للكويت قطر لا مشيت لقطر ايتوب قطر 2013 القصه ديال القطار فشي شكل عاود لينا اخي يا راه انا الجيف كاين انا عارفك اخي يا راه فهمتي انت شوفوا شنو وقع لي واحد المره ما دابا تيشوفوك فهمتي البيزنس في الخليج كوين جود هنا انا داخل معك حنا الشركه نمبر 1 وهذاك اللي كيلصق راسو فهمتي انت اخي يحيى كتمانجي سي او اونر ديك فاوندر الفاوندر سميوك دي فاوندر ماشي كو فاوندر انا وراقي كو فاوندر انت الفاوندر ديال الشركه نمبر 1 دابا تما تيشوفوا تيقولوا وكيفاش هاد الصاط هذا وانت راه خدي في الخليج راه ما يمكنش تجي اخي السيمو من البارح وتدوي على شي حاجه بعيده عليك ماشي بلاد ماشي لونك دابا انت الامارات الكويت في 2012 قطر قطر واحد المره كنت كنتمشى ويت عيط لي واحد التليفون الو السلام عليكم انت هو فلان قال لي انا هو البرادر هو المساعد ديال واحد الشخصيه بلا ما نقول سميتو اللي كتعتبر اغنى رجل في قطر اللهم بارك قلت ليها هي قال لي راه فلان وباقي داك الكراج انز باقي في المسيره باقي كراج باقي كراج سميتو قال لي راه بغى واحد بغى الفولورز ليه وواحد من نجم اخر شوف انا ما تيقش الهضره حيت السميه اللي قال لي كنعرفها كنقول مستحيل يكون هذا السيد هو اللي كيدوي معايا وحتى الفولورز اللي طلب الكميه اللي طلب كيو ديال شي ماشي وانا كنت مشى الزنقه هكا قلت ليه 50000 دولار رقم خرج من فمي هكاك ويقول لي اوكي سيفط لي المعلومات ديالك الغد ليه فقت انا كنفيق معطل عرف عليا كنفيق معطل 11 12 وانا لقى 70000 ابيل في التليفون دخلت هكا وانا لقى النمره ديال التليفون ديال السيد وانا لقى صيفط لي 20000 دولار في الويسترن 7000 7000 7000 حيت الليميت في 60000 درهم يمكن يعني تخيل معايا هضره السيد هضر معك باغ تليفون لغبت لي بيرسالي كافونس ديال 20000 دولار ملي خدمت لهذا السيد وامور داز مزيان خدمت معاه بزاف ديال لي بروجي عنده دي مول عنده بزاف ديال الامور واحد المره انفيتاني للقطر واحد لافيتاسيون سبيسيال زعما تخيل معايا اللي كيما كتكون ما عارف غادي نمشي نقصد المطار هو اش قال لي هو صيفط لي بي ديال الطياره صيفط لي بي ديال الطياره بيزنس كلاس وهو صيفط لي انفيتاسيون بسميتو هو الشيخ فلان فلان الى اخره قال لي ما محتاج بهاد جوج ما محتاج لا فيزا لا والو قلت ليه هي اللي ما تعاود مشيت للمطار هنا في كازا ويقول لي راه خصك فيزا القطر كنقول له دير عندي انفيتاسيون قال لي هاد الهضره كامله ما عندنا ما ندير بها خصك فيزا ديال القطر مني منك ويقول لي القطريه غتمشي تطلع لواحد البيرو غتسنى على واحد الورقه انك انت اللي غتحمل المسؤوليه الا ردوك من قطر حيت ما عندكش الفيزا انت غتخلص بزاف ديال الغرامات والتكاليف الى اخره قلت لي مسني على باباها مالنا فلوس كاينه انا فلوس كاينه قلت لهم انا وصلت تما وخليوني كنقول لهم ديرها انا غادي عند فلان فلان بحال زعما هما كاين داك الريفلكس ديال باقي في تروده فلان والفلان والفلان غادي عند الشيخ خاصي والله راه كاين هذه المعلومه وكاين ان ما متيقكش ديك البنت ديك البنت اللي خدامه تما في سميتها في لا حتى هما اخي شوف اخي يحيى راه ما تحطوش في هذا الكادر بشكل يومي راه عرفت انا واحد النهار بنفس القصه ديالك علاش بغيتك تعاودها لان انا دويت مع واحد وقال لي صافي قد جيت لك الفيزا قلت له صيفطها ليا قال لي لا هي ديال مصر ما يمكن خاصني نمشي لمصر على قبل كانت عندي فيزا ديال المستمر تمايا وسالات دويت مع السيد قال لي خاصك ترجع للمغرب قلت له انا ما باغي والو صافي السلام عليكم قال لي لا هي راجي باش تسناد الوراق هذا قلت له باش غادي نجي قال لي راه انت سير للمطار الا كانت شي حاجه قول لهم يتصلوا بهذه النمره هذه هذيك النمره ديال المحامي انا كنعرفو جا مولاش دا صاحبي هذا محامي صاحبي راه هذه النمره ديجا مسجله عندي ديال المحامي الفلاني انت مالك هي سير قول لهم وخليهم يتصلوا به صافي حتى انا مشيت مقصد المطار السلام عليكم باغي نمشي راه ما كايناش الفيزا ما تمشيش لا هادي نمشي اتصلوا بهذه النمره هادي اتصل بها واحد المصري قال لي خليه يجي قال لي علاش غادي نخليه يجي قال لي قلت لك خليه يجي ويقول لي نفس القضيه اجي با
وانت مصر انك تمشي سنين لنا اخويا هاد الورقه باش تمشي تما انت لا غادي تخلص التكاليف باش ترجع راه غادي يردوك راه مايمكنش نقول لي انت وصلني تما انا هاد خونا هاد النمره هادي وهادوك اللي قالوا لي اجي انا شنق عليهم صافي ركبت في الطياره غادي نزلت تما مشيت عند خونا ديال الجوازات تيدير فين هي الفيزا قلت له ما عنديش ويقول لي وكي درتي توصلتي هنايا شركه الطيران خاصنا نشوفوا شنو نديروا معها عيط على واحد قلت له لا راه كاينه هاد النمره هادي اتصل بها اتصلوا وقول لي لا ما غادخلش وانا نتصل بداك خونا قلت له اش كتفلاو عليا صاحبي انا جيت لهنا راني دابا في المطار قال لي ما دو مع حتى شي واحد سير ريح فشي كرسي في المطار وخليك جالس عندي واحد السيد ضابط محترم السلام عليكم السي محمد كذا 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 عرفتي يا معلم اول مره كنعرف كاين واحد الكوتا اخر في المطار فج لقيت المرسيدس كتسنى باسبوري بقى تما انا تنقول لهم غير خرج من المطار نقول الدراري بالزي 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 بعدا هاد الزربه هادي لا بالزي ويقول لي لا بالزك راه غادي يجي وصافي واش لقى راسي في الاخر باسبوري جاي مكتوبه فيه فيزا بالحاسب رقم مكتبها بستيلو بالحاسب بالحاسب وما زعما بالبيسي فيزا بالحاسب رقم طق 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 تقول والله يا صاط الا كاين هاد العباد ها هي الناظر اوبشن زعما اخيرا كاين شي واحد ممكن يدخلك شي بلاد باب كاين القضيه حتى انا ملي وصلت المطار راه ما دزتش مع الناس لقيت واحد السير كيتسناني حدا الباب ديال الطياره ودوزني باسبور ديتو لي وصافي باسبور جاني لوطي حتى باسبور جاني لوطي بالدار معلم باسبوري فينا هو كمل يا اخي حيا مشيت للقطار وفي الامارات مشيت بزاف د الامور بزاف زعما د المرات في ديك 2012 2013 2014 اللهم بارك وعاود لنا اخي من وراء بقيتي في السوشيال وهنا اخي السي مراد تعرض عليا الخدمه في ديك الساعه في بين سبور وتعرض عليا بزاف ديال الشركات اللي معروفين حاليا ما قبلتش لانني ما قبلتش انني نديبلاصال تما وما قبلتش انني نخدم موظف للامانه مزيان شنو علاش شنو الفكره كانت عندك اللي تتمنعك انك تكون موظف قاعد انا كنت كنقول مادام انا بهذه الامكانيات المتواضعه اللي عندي في هاد عامين رونتها نقدر نرونها اكثر ما داخلين عيش با وشوف فين وصلنا وما ادراك لا ريحنا لا والله انا تسد عليا ملي وانا باقي صغير انا لا عندي 26 عام ورونتها وباقي تسد عليا انت خليني باقي واحد عامين حتى نرونها ونشوف راسي مليميتي نقدر نرجع عندكم بالله قول لي احنا دوينا 2012 2013 2014 شنو بقيتي في السوشيال ميديا باقي في الدومين ديال السوشيال ميديا كنكبر التيم ديرو جديد الى اخره 2014 اخي سيمو انت شوف كنعرفك اخي سيمو قبل في الويب ديما كنقول هاد السيد خصني نتلاقى به دوينا في مكالمه جاي ليها هذيك كنقول ديما هاد السيد خصني نتلاقى به واحد المره لقيتك كتبتي شي بوست كتقلب على شي حاجه بالعربيه تنقول لهم قلت لهم واش هاد العالم العربي انا نفكرك في الفوز قلت لهم واش هاد العالم العربي شي واحد يحل شي سيت باللغه العربيه واش فيها شي معنى ولا مضيعه ديال الوقت واش كاين بعدا شي ناس لان ديك الساعه راك عارف داكشي ديال واش العربيه خدامه ولا ما خدامه هو اللي جي كونتاكتينا دي جو كنت جاوبتك في الكومونتير وصيفط لك ميساج شويه تبادلنا انا وياك ديك الليله باقي لي نيميرو ديال التليفون دوينا لاباس بخير ميم دوينا انا وياك بار تليفون وانت تقول لي راه شهر 5 يمكن غنكون في واحد ليفيمو في مصر وانا نقول باش نشد هاد خونا خصني نمشي عندو لمصر باش نشد هاد خونا بعيدا عن الجماعه دابا تمشي عندو لمراكش ما يعطيكش الوقت عامر الدنيا الزحام بزاف ديال الامور في دماغي والله الا تبرزيت القواقع والله الا تبرزيت القواقع كنت درتي نشدو في مصر مشيت انا دفعت الفيزا لمصر مشينا ليفيمو الى اخره راه كان الوحيد اللي جا الوحيد اللي كنت تما المغرب الوحيد كان سيمو سبيكر فيها مشيت تما تعرفت عليه هادشي في 2014 تعرفنا اخي سيمو في 2014 دوينا مزيان وصراحه اللي ماشي زعما كان جاملك اخي سيمو حدايا كنت كندخل الفلوس خدام مزيان العلاقات الخليجي لاخره ولكن هاد السيد بدل ليا انه كاين شي حاجه اخرى ماشي راه انا تليفيمون كامل بيان سو ليفيمون ولكن انا ما جيتش ليفيمون للامانه ما جيتش ليفيمون بكثر انا جيت نشوف سيمو واش ومع سيمو شفت ليفيمون واخا لا الله يعزك والله يحفظك وتشرف كنقول الحقيقه وتعرفت على الناس انه كاين بزاف د الخدمه الخليج فيه واحد لوبورتونيتي اللي انا ما كنتش كنشوفها انا بالنسبه لي كان الخليج هو السوشيال ميديا صافي ما كاينش شي بيزنس اخر ما كاينش اي كوميرس ما كاين حتى شي حاجه ليفيمون تبدلات ليا العقليه ورجعت بواحد الطاقه جديده سكيليت
وباقي عاقل في الصيف قلت لي انا في تايلاند واش نقدر نجي والله لا ما يمكنش نبارطاجي شي تصاور على قداش التليفون يديرين فيه اللايف باقي نشي تصاور من داك العيد هو يقول لي خاي سيمو انا كنت ديك الساعه درت واحد القهوه المشؤومه والله حتى تعاود بالرب لا نسيتها والله حتى خاص خد 5 دقائق عاود اليوم على حقيت الشهاده مشكل طايحين فيه الدراري تلويب كامل وانا السيد مريحين ديك النهار جا واحد خونا قال لينا هذا القالب اللي انت تقول فيه مزيان تعاودوا باش نسدوه لان هذا راه حمقني انا ربي يسطيني الدراري كيضربوا شويه العاقه مشيت اخويا ندير شي قهوه 2014 شوف بديت كنضرب الحمد لله داكشي اللي كتب الله يقول لي راسي خصني شوف اش قال لي راسي باترون كبير خصني نولي باترون كبير ونبان في المجتمع ونبلاصي حدا القهوه وناخذ قهوه حتى انا الى اخره قلت اجي نقد قهوه اش اللي قال لي هذا الموخ قلت ليه مزيان درت قهوه ديال الزوز درت قهوه قلت ليه قهوه وشوف كنت كتربح واحد 2000 درهم في النهار شوف دابا شنو قال لك واحد الراس كنت كتربح 2000 درهم في النهار كتخليها بارده في الويب في البيروم كليماتيزي لا مسائي وجاي القهوه هذه الشفار هذه الخضره هذه القهوه سالات سكوار سيرفو يسرق باش تربح 200 درهم ومشكله والخطير اياه قول انا واخا شفت مروان تاهو بغات قال لي والخطير ديك 200 درهم حلوه على ديك 2000 درهم قالك مروان قالك نخلي 2000-3000 دولار في النهار باش نمشي نبقى تناخذ واحد 600 ولكن ديك 600 قالك حلوه يا صاحبي وقلب قالك مشكله شوف يمتى يمتى زعما حسيت بالقلب كما كنقولوا واحد المره قال لي واحد اللي خدام معانا راه داك السير داك السرباي كيشفر وانا جاي من بلاصه حدا واحد الجامع كنشوف العاصر دابا انا ذكي زعما ويقول لي ونشوف شحال واحد دخل القهوه وخرج واحد ساعتين زعما قال انا ونجي عندي نشوف شحال بعتي من القهوه قال لي جوج قلت له انا شت سته خرجوا هذا الرقم ما كتقدروا حيت ما عقلتش يقول لي جوج شوف انا دار فيها انجاز حصلت لي جوج شفر جوج قهوه ب 20 درهم ومضيع 4 وستريس والهم وكيعيطوا لك سالات الزيت وسير بالطوموبيل جيب الزيت منها مشكله كنت هي القهوه الدراري النصيحه من عندي بعدا شي واحد كيضرب شي فلوس بلا ما يدخلش لهاد لي زافي الخاوي خايف عليا انا والزايد خونا قال لك راه خويا راه دخلنا الفلوس من لي كوميرس وعطانا تبارك الله ومشينا انفيستيها في واحد القهوه ما بغيتش نقول ليه تخولفتي وسمح ليا وانا نقول مبروك اخي الله يكمل بها حتى ما تكونش اخي تكون فرونت عاق وتبدا اللي جا عندك تقول له الحقيقه داك البيزنس موديل باش عاوتاني ما نغلطوش الناس داك البيزنس موديل راه صحيح ولكن ماشي ليكم ماشي للناس الاولين هو مازال واحد السيد عنده مليار حط 100 مليون في القهوه وكيصور منها واحد 1000 درهم في النهار حيت سيميو 1000 درهم بليس 100 مليون ديالو في لاسيت ولا غير ديك الفلوس محطوطين لا وقهوه ولكن يقول لك الا بغيتي تربح منها تريح فيها كلها اي تريح فيها انت اللي شاد لاكيت تقدر ما تشدش لاكيت تقدر المهم ما ديرش طوباس تقدر انفيستي 400-600 مليون ولكن حتى الماداخله تكون حتى هي شحال هذه هذا الاخوان اللي انفيستي 300 مليون غادي يدخل مثلا بركه في النار ما يدخلهاش ما كايناش حنا نحطوا هذه الفرضيه هذه والدراري تلوب والرب ما كيانفيستيو 300 بركه تي انفيستي شي بركه تولي تدخل 1000 دولار في النار تي غبو الشيطان تيقول لهم شرحت لهم شي قهوه تقول لها هذيك اللعبه ديال هذه الطريق ديال الدراري اللي ما خدامينش في الويب وشحال من واحد كان خدام في الويب مزيان مشى دار بروجي قهوه ولا شي حاجه وخرجت عليه خرجت عليه انا الحاجه الوحيده حسيت بالقلب بعدها بالخساره كنت منها ومشيت عند سيمون طيلو ولكن كانت احسن انفيستيسمون لا احسن انفيستيسمون ديال تفكيتي منها اي لانني ولكن انا خاصني حسيت بداك القالب شي واحد اخر الا ما حسيتش عاودتي لي شي خلينا جالب حتى هو من الدراري تاع شوبيفاي جالب حتى هو شي قوي راه هو اللي قلت دابا هو السيد كان خدام شوبيفاي خدام مزيان 3000 دولار 4000 دولار في النهار جا شرا واحد القهوه وتا هو بريستيج حيت داكشي في الاول كتقول لك خصني اعتبار خصني قيمه في المجتمع ستاتي في المجتمع نباركي حدا القهوه شكون اللي نزل الباترون ويقول لك سرباي سي محمد جالس شي كامل كيتشي شي كامل واحد واحد العكر كيبيعوا لك كيبيعوا لك راسك باش كتشريه بالغلا ودابا داك السيد كان دوز حداك القهوه ما بقاش خدام شوبيفاي ومقاتل مع السربايا الماء جاني غالي شنو هو الماء جا غالي جا 200 درهم في الماء
بلاص 160 جاتو 200 قال لك 200 40 درهم كيتشكى منها اخي هادشي اللي كيطرى الدراري هادشي اللي كيطرى تيقول لك خويا سيمو راه بداو تيدخلوا لي الفلوس حتى غير سامي ضد هذا الكونسيبت تقول لك بداو تيدخلوا لي الفلوس اخويا في الويب وباغي انفيستي تقول لي حفات خذ الرياليستيت ونساه هادشي بغيت نقول لك لا حفات خذ الرياليستيت لا بان لي ندير شي قهوه تقول لي فوج فلوس كحطهم شي عقار شي بقعه شي محل شي بارطمان شي عقار اللي غدا غتوقف عليه غتبيعو القهوه غتوقف انا معاناه نبيع القهوه يعني باش نبيع ديك القهوه نتفك منها رغم انني انا قلت لهم نبيع بالخساره ما عنديش مشكل باش نلقى الشاري فين وجاب الله ما كحسيتيش الكوفيد علاش انا بعدا فين قلت لك جاب الله راه خايبه غنسد انا كنت انا اولا ما بعداش نسد صافي بعتيها جيتي جيت عندك الطايلون جيت للطايلوند جيت عندك للطايلوند ما لقيتش راقي ديك الساعات كان مشى لكندا و جلسنا انا وياك سافرنا بزاف ديال الامور وليت العقليه ديالي كتبدل كتقول انا كنقول انا في داك المغرب راه كنضيع وقتي ومجهودي صراحه هذا السيد الله يسلمك ليه تفلع عليا كبير بزاف انت ترمي العافيه بحال بحال سيد وانا وياك كنا كندويو كتقول لي شنو كندير يمكن كنتعاودوا الخليجي قلنا انا وهذا السيد قال لي السيمو جينونتيستي والخليج اي كوميرس فيها عقلتي الساعه انت ما عندك حتى علاقه بالاي كوميرس اي كوميرس لا ولا انا السوشيال ميديا مانجمنت صح ولكن انا شنو اللي خلاني نفكر في الخليج هو هو ولكن هو السوشيال ميديا مانجمنت انا قلت لها جات الاي كوميرس كاين شنو بان لك الوصول للخليج هادشي 2015 2014 تيستينا انا وخاي سيمو في الخليج ولقينا انا الكوست كنجيبوها بدولار كنبيعها برودي ب 80 دولار باقي عقل ما كانت ما كانت اول حاجه هما الماكانات ماكانات كنبيعوهم درنا تيست ما جبنا لا ستوك لا حتى حاجه تيستينا لقينا انا مارشي فيه ما يدار هادشي انت ويا عندكم الفلوس باش تقدروا تفرقعوا المارشي ولكن تيستيتو تيستينا واحد ما عندوش غنمشي نجيب سلعه من الشينوا والله ما شرينا سلعه ما دوينا مع السبلاير ما والو اجي شوف دوك الساعات واعرين قدينا سطور حطنا في التصاور ديال ما كانت طلقنا ارض تيستيو نشوفوا حنا هذه هي اول خطوه وملي تيستينا داكشي هو هذاك العام المقبل 2015 لا لا راه قصتي لهم دابا 2015 الاخر كاين اخي واحد 2015 البدايه ديالها كان فيها حتى هي عاودنا رجعنا لمصر هي اللي بغيت نقول دابا 2015 عاوتاني كان راقي سبيكر في نفس لي فيمو هو سيمو مشيت لنفس لي فيمو يعني 2014 مشيت تعرفت على سيمو 2015 كيمشي 2015 شحال ديال المغاربه جريتها معلم داك الرباط في اليد الصامت جاو كانوا ديك الساعه المغاربه وكان راقي وراقي ما كنتش كنعرفو كان عشير راقي في عشير سيمو في الطايلون مشيت تما تيعرفوا كيفاش تعشرت مع راقي المهم سيمو ما عرفش شنو عندك قلت لي راه راقي وصل حيت هو كان وصل من كندا مع قلت لي تلاقى لي وتعرف عليها مغربيه هادي وانا باقي كنعقل طلعت عنده وانا نلقاه شد قارو وكان هضر معاه ومنفخ منفخ لا هو شخصيته هكا عندها صاحبي وخويا ما كانش عازي برجوازي الناس صاحبي برجوازي تعيشوا في الطايلون وكان ديو معاه منفخ وماشي مشكل نقول على وجه سيمو ماشي مشكل نصبروا لي عطاك ماشي مشكل عندنا نص ساعه نصبروا لي بما يجي سيمو وشوف وتعرفت عليه تما هو يقول لي شنو كدير لي انا كندير سوشيال ميديا مانجمنت وفي ديك لابيريود عندي واحد شي صحابي في الكويت قادوا واحد لابليكاسيون كيبيعوا فيها الفولورز قلت لي راه خدام مع شي كويتيين فولورز الى اخره في واحد لابليكاسيون موبيل ويقول لي راه انا خدمتي هو لي زابليكاسيون ويقول لي اجي نديروا شي حاجه بحال هكا ما بقاش بنفخ لا اسمع الفلوس كنت معاك الفلوس اصاحبي زين ولكن خاص تعرف انت البارع باغي تحارب لنا الشناق الشناق كان حاضر في التيل انا كنت حاضر وقال سنتي دوي وباق الراق نديرو تاسالو قال لي توكلنا على الله قلت له الشرف واش انا زعما انا حاضر هكا ولا كنتبوك ماليا والو في هذا الشيء انا اللي ندير معكم الدراري سير الله يسهل لكم ندعي معكم تعاد ضربوا 100000 دولار الاولى 10000 دولار ديالي والله ولكن هذا خي سيمو هذا ماشي شناق
هذا بالعكس هذا هو البزنس انت لقيتي جوج الناس اه وسيروا تطبطبوا صراحه سير وبالعكس درتي معاهم مزيان انا كنا انا قالوا الشرفه راه انا شديت جمعيه تطلعوا فالعقليه المغربيه اللي عندنا خاصهم كان في الطيرون ما لا لا ديك 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 مونسيج مون شار كنتكلم من بعد ديال كم سيره الدراري ان شاء الله يسهل لكم تضربوا وسقسيو فيا انا خاصهم عطينا عليك شتيجه وتشتيجه شتيجه درت الروعه الراقي في الحومه كنكون دايز طيط طيط راقي ونزل ليا فلوسي صارت عين الطيلون بس كيقول اش كيقول هذا شكون ليا والله اصلا تنجيبهم لك يرزقا عاجل اش نكون دايز غد طيط 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 راقي صار هذا الديكري زوين تما فين صافا انا راقي كلوزينا الديل قال لك هو غيتكلف بايجاد الابليكاسيون انا غنتكلف في التيم في المغرب مشينا سالينا من داك لي فيمون ديال مصر دابا هذا صاحبي الاولاني تعرف عليه في مصر الثاني تعرف عليه في مصر سبحان الله سبحان الله العظيم يعني فالور هو عند استاذ تواك الله عليه اول واحد متواضع وتيشوف شي واحد كيمشي عنده مشى من المغرب حتى لمصر واحد اخر شنو غيقول لك هو اللي دا واخا يكون ما عرفش شنو كيدير مع المغرب اخر شنو تقول لي جاي من المدينه او تما هو متواضع اش ما قالش انا راه متواضع اش ما يتلاقاش معايا في المغرب خصني نمشي لا لا مشكلة كبيرة عند الدراري لان ما كنقول ما كيعذرش راسو مسخرش راسو صافي انا وراقي بدينا البيزنيس عام 2015 هنا 2016 سيمو وحازم عفوا سيمو وراقي مستقرين مع العائلات في التايمون قلت اش كندير انا في المغرب بعد ديك القهوه ما عرفتش شنو سبق المهم تفكيت من داك الشيء خليت تيم قاد مشيت للطيرون انا مع العائله ديت عائلتي جبتي المدام هي مشيت انا لديك الساعه للطيرون جلست معاهم وتما فين بدينا وحنا كندويو كنا العام الفايت تيستينا الخليج عام دابا اجيو نطبقوا نخدموا في الخليج هادشي 2015 يمكن ها هي 2015 استقرينا في تايلاند وتما فين بدينا الاي كوميرس بدينا انا كنت بادي في تايلاند كنت ولكن باغي الخارج لان حيت يبان لك لوبورتونيتي كاينه من ورا داك التيست اللي درنا في 2015 ديال المواكب لا واش هادي اون ميم طون باقين في الاب مع راقي ولا باقي في الاب مع الاب باقي يمكن تحدد غير 2017 يمكن ولا بدينا انا والسيمو الاي كوميرس في الخارج كيفاش راقي دخل معايا في الخارج هادي ما يمكن ما شرش ليها هو انا ملي بغيت ندير ايكوميرس في الخارج ما عنديش كونط بنكير حتى شي بلاصه بورجوازي فهمتيني حتى برج اخذ كونط بورجوازي لا هو بورجوازي هو بورجوازي فهمتيني وباقي عقل لا لا حكم راقي جنسيه فرنسيه اقامه في اليوكي فهمتيني فهمتي البيبان مفتوحين في العالم لي كارت بنكير وديما كنقولها هذا السيد كنحترمه لان مشيت عنده دقيت مادام درت لنا واحد الطاجين كليتو مع جوج النهار مشيت عند السي راقي صراحه كان ساكن في واحد الفيلا واحد الفيلا فيلا بيضاء عنده جوده كبيره وي جوده كبيره العراقي ادخل معايا شريك في الخليج ويقول لي انت ما محتاجنيش كدير كلشي قلت له ما عنديش كونط بنكير في فرنسا قال لي دابا انت الكونط بنكير ديالي هي غتخليك نتشارك معاك النص قلت لي ويقول لي ديما محسوبه لي كيقول لي شوف خدم بالكونط ديالي انا ما نتشاركش معاك الا غير الكونط اللي عندك مشكل اخدم بها قلت لي لا غتشارك معايا يعني هكا دخل معايا راقي وعقلت اخي السيمو خدمنا وهنا ملي درنا البيزنس في الخليج انا والسيمو راقي ماشي زعما لقيناها بارده بحال دابا راك ترى مربجه على جميع الزوايا درنا التيست بان لينا الفلوس بان لينا لوبورتونيتي بان لينا بزاف ديال الاشياء ولكن التيران هضره اخرى كيفاش تدخل السلعة؟ كيفاش ديوانيها؟ كيفاش تكونفيرميها؟ شكون يشيبي ليك؟ شكون يجمع ليك الفلوس؟ شكون يسيفتهم ليك؟ هادي ما عارفين تجي. حنا داخلين بالسنطيحة للأمانة عقلت أخي السيمو شحال من سلعة مشات لينا في الديوانة. شحال الدراري كان مشى لكم مثلا مع التينت؟ بزاف راه كاين شي 70,000 دولار غير في واحد الكوم. أنا كاينة 120,000 دولار. هاي 200,000 دولار مشات غير في السلعة حيت ديك الساعة. مع تقت مع واحد خونا تقت فيه. كثير يا. المرة الأولى الثانية وأنا نقول الزطم. مع الزطم مع صافي وبقات حصلت السلعه تما هي تغطيت عاوتاني للشين ولكن ضايع فيها بجد لان الثمن باش تري فيرسي الشيبينغ غالي لا حنا واحد السلعه الثانيه الى عقلت راقي ديستروي علاش قالوا لينا يا اما غتجيبوا هاد الاوراق وهادو هادي يا اما نرجعوها لكم لاشين الا رجعوها لاشين
غنخلصوا نفس الثمن اللي يساوي السلعه. عرفتي يعني الثمن باش كتجيب اغلى من الثمن باش كتجيبها فهمتي يعني. وتما فين دخلوا العلاقات شي حاجه كتعرف راقي كانت كيعرف شي صحابو في دبي يقرا معاهم في كندا وما عرفش يقرا معاهم في فرنسا توصلوا لي تما عند الشركه شيبينغ بدينا كنرقعوا القضيه وشحال الناس في الشركات الدولية فلوسنا كيعرفك انت ما كاينش في تما كيدير لك رزقك. وهذيك النهار ملي حليت هذا الموضوع شي شي واحد يعاود لينا شي شركه ديال الشيبينغ في الخليج خدم معاها ونصبات عليه شحال نصبات عليه ترى استطرا ملايين دولارات مشات للمغاربه خدامين تما حتى يعرفوا ما كاينش تما تمشي حتى هما تيخدموا مع دوك الشركات الصغار ولا الكبار. الكبار شوف اخي انا عانيت مشاكل مع الكبار تيقول لي جي هنايا تاخذ فلوسك وحل لي شي منشاه هنايا ما لقيتش كيفاش نفيري لك على برا نسى هذاك الفيلم سال مرحله جديده بان هنايا تيقول لي ولا عطيني شي كونت ديال شي صاحبك هنايا نعطيه لك لان تقدر نقول لك نصبوا عليا هو كاين النصب وكاين ماشي نصبوا عليا هو فلوس كتجي ما كتجيش الريجوليشن تقول لي كونت بنكي في السعوديه نعطيك فلوسك انا ما يمكنش نخرج على برا الفلوس على برا وما عندي حتى شي ورقه انت ماشي شركه في السعوديه كيفاش كتمارس الاكتيفيتي هنا بزاف ديال الامور القانونيه هنا فين بدينا كلينا عصا تعلمنا طحنا نضنا هنا انا قررت نرجع للمغرب علاش قلت في هذا الفيلم كامل ديال السلعه دي وانا كول سنتر شيبينغ الفلوس الكاش خصني نبني كول سنتر في المغرب يعني قلت صافي كيتي في تايلاند رجعت مع الاولاد رجعت للمغرب باش نبني كول سنتر في المغرب هادشي 2016 سيمون انت كانت عندك العقليه ديال التوتر ديالك انا كانت عندي العقليه نبني هو ديما العقليه ديال خصني نبني انا العقليه ديال شنو بغيت كاين شي واحد كيديرها جنسني معايا كونطرا ونبداو نخدموا حيت عندو الفلوس الله يستر والله ما هاكم ماشي على قضيتي كل واحد كتكون الفيجن ديالو مختلفه في الحياه انا كانت فيجن مختلفه دابا راه مشينا في ليبريد اييه دابا فهاد النهار هذا ما بين لي دو ماشي لا طحتي هادي خدامه هادي خدامه تما فين رجعت اخاي السنه 2016 رجعت للمغرب بنيت كول سنتر سكيلينات اللهم بارك الامور غاديه مزيان 2017 شوف لان الانسان دائما كيقول لك راه كاين شي قالب كاين شي سير كاين شي حاجه مخبيه عليا انا راه ذكي 2017 زغبنا الله قلنا نمشيو الامارات كان رمضان مشينا الامارات قلنا اجي الامارات نقادو شركه في الامارات غادي نجيبو دي زوفر حتى انا غنستحوذ وملي مشينا الامارات اش لقينا انا بحال ينزقان وحق الرب والله الا فهمتي زعما راه ديك النظره اللي كتبقى كتقول انا راه في وحده من دول الخليج هادو كثير طابا فيها غتعطيني لاكسي الباقي كاع الدول لقيتي في الاخر بعد ما صرفتي فلوس باش تطابي الشركه الوير هاوس الربجه داكشي وكوني ريحتي في انزقان كون غير داكشي كان ما نفعك حتى شي حاجه يعني تقدر تمشي لقد شركة ب 10,000 دولار و 7,000 دولار وداك الشيء كامل وفوق هذا الشيء كتعاقد مع الشركات كيعتبرك انت اجنبي لان هذيك غير فريزون هذيك غير منطقة حرة انت ماشي او البنك هكا والبنك ما يحلوش لك البنك كيف وانت فريزون ما يحلوش لك باش يحلوا لك دابا راه هي هذه شوف بزاف ديال الدراري راه تتعرفهم واحد انت درتي مع اللايف مؤخرا راه كنسافر حتى تمايا قائمة طويلة الدري مريح بحال هكا في المغرب خدام مع السعوديه تورك تدخل البراك تقول معلم انا خصني نمشي للامارات وخصني ننزل تما نحل شركه ونحل كونت بونكر كيمشي تيبغى يحل كونت بونكر تيلقى 6 شهور ما تحلش عام ما تحلش وتيجي الدراري كيدرتو ليها لا اشرف راه الامور ماشي بحال هكا راه حتى حنا تزرفنا ماشي حيت حنا واعرين حتى حنا تزرفنا وخسرنا فلوس عاد فهمنا الامور راه ما تحلش الكونت بونكر والشناقه المشكله الشناقه كثار حبيبي يا باشا دان تاع 24 ساعه السلام عليكم ربع ساعه ضبطت ربع ساعه كذا ماشي ميسان والله دقيقتين عرفت المصريين الهنود حتى الهنود ما الهنود الشناقه كيدوروك من جامع الجوال تيبان يقول لك شوف عندي واحد صاحبي خدام في هاد البنكه سيمانه كتقول له الصدر راه خدام ريكلو راه ما عادي يكون بونكه شوف سيمانه تتولي شهر تتولي 6 شهور 6 شهور كتولي عام كاين اخي اللي انا عارفه 4 سنين باقي دابا جالس تما تولي صديق تضيع وقتك يعني هنا في 2017 مشي هذه من اكبر الاغلاط اللي درنا وتعلمنا منهم انه صحابنا ان غنمشيو الامارات غنحلوا الشركات والله تقبلنا رخيصه شتي خو شتي مول المخله داز معانا مول شي بويما اخ ديالو التوام مشى للامارات بنفس الفكره اللي زرفاتنا مشى قال لي الا مشيت حتى دخلت الامارات راه غادي نخدم في الخليج كامل مشى دخل الامارات
سي طاب با البروجي واحد براند اون ديماند الدراري تبارك الله انفيستي او قادو كلشي انفيستو 250 الف دولار 250 بركه مغربيه في الاخر تيلقى راسو انه راه هو في انزك كان احسن انا ما عنديش اللي معاه في الصدر والصدر انا 200 درهم انت رجع لي رجع الربح هنا 250 الف دولار الا عرفتي قلت له وحق الرب اخي كون جيتي تشاورتي معايا كون جيتي تشاورتي معايا ولكن اش اللي ما كيطراش ان بنادم تيجي تشاور معايا تيقول ثلاثه السيطان واكلين المرقه في الخليج ما يمكنش يقولوا لي انايا يقولوا لك لا راه الدنيا كحله يبعد صورات تقول لك هادشي صارحوا هنا تيقول لك غير السيمو بصراحه ما جيتش نتشاور ماشي بزاف تقول لك صراحه ما جيتش نتشاور معكم على هاد العباج قلت له عرفتي شحال ديال العصا كلينا صاحبي لان جيتي اخي السيمو كان واحد القضيه اخرى لانه هو كيصحاب لي ما كانش عاد كان بصفه عامه الدراري كيصحاب ليهم ان اي حاجه كديرها اليوم هي بنت البارح هادشي اللي كنديروا اليوم راه بنت الى رجعنا داك الخط الزمن ديالي راه انا شخصيا في الخليج من 2011 2012 ماشي جيت انا البارحه 2020 قلت لكم هو السودين تركا هو الخليج راه 8 سنين 9 سنين مشيت جيت مشيت خسرت ربحت دونك ملي كندوي لك في شي حاجه يعني انني جربتها الدراري كيقول لك لا راه نقدر نديرها حتى انا في شهر او في شهرين كما قال سيمو الامارات راه ما كتعطيك حتى شي افونتاج تقول لي عندي شركه في السعوديه نقدر نقول لك عندك افونتاج عندك شركه في الكويت نقول لك عندك افونتاج في نفس الدوله ولكن في الامارات راه غتحصل غير في الفلوس وغتحصل في بزاف ديال الامور وما كتعطيش لك حتى شي اكسي لشي حاجه دونك هذه الاول اغراض اللي درنا باش ما ندويوش غير على الزوين ندويو على الخايب 2017 مشينا تما خسرنا الفلوس لا وخسرنا الوقت هذا هو اهم حاجه وفي 2018 بسبب هاد الاغراض اللي درنا انفيستينا بزاف ديال الفلوس في هاد في الامارات اللي غنحل بحال قلت لك كنا خدامين في السعوديه مرتاحين مسوترين كلشي للشركات قلنا حنا متكيين نمشي نحلوا ديالنا ولا اخره وخسرنا الفلوس وهادشي امتى بان هاد الفي ديال هاد الخساره بان في 2018 لان يعني غادي في الناقص بحال داك اللي كياكل في البردعه خسر حلومه تاكل في البردعه لان قيه كيفهمها اللي كياكل في البردعه دابا مثلا شي واحد عنده حاشاكم حمار حمار فوق منه بردعه دابا ملي ما كيلقاش تبن قدامه شنو كيدير تيدور ياكل كيدور كياكل في البردعه يعني واحد لقيت هاد القلب شاد ما كاين لا تبن لا البردعه فهمتي وفي 2018 وقع لنا مشاكل ماديه خايبه بزاف وهنا واحد الدرس تعلمته هو ان كيما تبغي تكون وصلتي راه واحد النهار تقدر تطيح والفرق فين كاين كيفاش تعاملتي في ديك الطيحه كلشي كيطيح ما كاينش شي واحد ديما فوق الفوق 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 ولكن نهار طيح كيفاش تعاملتي مع 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 الوضع لدرجه كنت انا ملي كان عندي فلوس كنت كنفيستي في العقار شي محل بارتمان هادي هادي كنت كنبيع واحد من هاد العقارات باش نخلص الموظفين قسما بالله الا شحال مره بعت شي حاجه كريدي درت شي تخربيق هكا باش نخلص الموظفين ما عمر خليتهم يحسوا ان باش ما يحسش انه كاين في الريسك حتى غير ثاني كتعجبني في هاد اللقطه تيقول لي شوف الصالير في الوقت لان الا ما مشاش الصالير في الوقت مشى الاحترام وسالينا خايسيمو سيرو كريدي خايسيمو كريدي سرقوا كيما كتقول مشى الاحترام لا وغايقول لك انا وغايقول لك انا ما كاينش في الامان باقي الا قلت لي هاد الشهر ما غتخلصش ترجع يقول لك صافي ينفو الموظف سمع هاد الهضره غادي يمشي يقلب بلاصه اخرى واخا معاك لان هو ما حاش بالسيكوريتي واحد السيد ضرب معاك 8 سنين 7 سنين 6 سنين وتجي واحد النهار 2018 تقول لي راه ما عنديش باش تخلصك وايد غيبدا اي بريباري وهذا غلط كيديروه بعض لي زونتربرونور كيكون اللي عنده البيزنس غادي مزيان اي فوا كيبدا كيطيح كيسرح الموظفين كيقول لهم الله يعاون كون على يقين ان نهار صيفط الموظفين ديالك راه صعيب باقي تبدا تبدا انا نقول لك سير كريدي سير بيع شي حاجه عندك دوز ديك لا كريس لي ريسك علاش انت داخل الاوتو اونتربرونور هنا هاد الابو دام واحد المره مشيت لواحد ليفيمون في كازا ويسولني واحد الدري قال لي خويا دحيا عندي مشكل في الموظفين كيدخلوا كيخرجوا بزاف قلت ليه قلت ليه ما يمكنش مهلي فيهم قال لك مهلي فيهم قلت ليه شحال كتخلصهم هادشي في كازا قال لي 1500 درهم لا مالي دابا كان كيدوي على البنات ديال لا كونفيرماسيون هو كيدير لك اشون دري في المغرب قلت لي دابا هاد البنات علاش يبقاو معاك
قال لي راه يصبروا معايا حتى ندير لاباس. قلت لها تزوج بها. راه الوحيده اللي كتقول صبر معايا هذيك اللي غتزوج بها. تزوج بها. ما بقاش هذا الموديل خدام. يقول لك الصاد ما تكون واجد. انا راه واجد. النهايه كنتسنى ذاك الصاد اللي غادي يجي يجي اللي يوصل. قلت لي راه اللي غيصبر معاك جوج. اللي غتزوج بها ولا اللي غتقسم معايا الا ربحتي. قلت لي لا نهار طلع تقسم معاهم. قال لي لا. قلت لي واش يصبروا معاك. دونك هذيك مشكلتك انت كانتربرونور انت داكشي باش تحسن من هادوك عليها انت كتخلص 10 مليون في الشهر وهو كيهدي 3000 درهم ولا 5000 درهم هذا هو الفرق ماشي انت ذكي ولا شي حاجه انت هو واخد الريسك واخد المغامره كتهاندي المشاكل كتفكهم قول لي اخي يحيى ملي علاش ما كانوش عندك الفلوس في الكونت في هذه المرحله هذه علاش ما كنتيش انت دابا لقيت السؤال كيتطرح لي تيجي عندي مثلا شي واحد من الفاميلي تيقول لي سلفني 20 مليون تقول لي بالربي ما عندي صبر نوريك لكم كنجي لي غافل الشيخ كتب لي ناقص 23 درهم تقول لي تتفلع عليا هذا راه الكونط وريتيه لي عندك شي كونط تنقول لك كنقسم لك بالربي الجالي لي ما عندي الفلوس اخي اسمعني تقول لي انا خدام بكريديت كارد في الماينس وانا فاكج انا عارف كيفاش هادو الطومين بعيد على عاد زيد عاوتاني الا خصوني الفلوس بحالك وراه غادي نمشي نبيع شي حاجه خاي سيمون نجاوبك على السؤال دابا الناس كيعتبروك انت مليونير كيصحابك انك عندك مليار في جيبك دابا دابا تحس ديك مليار عطاك واش هادشي كيتخيل هو ان عنده مليار في جيبو راه هذاك ما عندوش مليار تقدر تكون اسيت عنده الله يحميك من بايو هو عنده في محلات بقع سندات اسهم راه تجي تقول لي دعتيني دابا 20 مليون نقول لك ما عنديش تقول لي 10 درهم نقول لك ما عنديش يعني الناس حبهم انه المليونير ولا اللي عنده الفلوس راه عنده فلوس جيبو راه اللي عنده فلوس في البنكه ماشي مليونير راه هذاك غادي براسو للحبس راه كتصاح كل الفلوس اللي كيكون عندك انا كنهضر اومو على راسي ملي كتعمل الفلوس كيتصرف عليها الفلوس كتخسر دونك علاش ما عنديش فلوس اخي سيم وانا فلوسي كامل اللي كنربح كنحطهم في العقار انا نقول لك اخي غير واحد الحاجه اخرى الا كنت حاط هادشي الخطا ارتكبته ماشي ما ارتكبتوش الا كنت حاط 200 بركه في الكونت راه 200 بركه ولا انفلاسيون غاده كتاكل فيهم ولكن الا درتي بحال هكا ما فهمت حتى لعبه مشيت درت لشي ارض بحال هكا وحطيت فيها ديك ال 200 بركه غادي تضرب عليها واحد العامين تولي 220 وتضرب عليها واحد العامين اخرى تولي 240 وغاد يعني ملي غادي نبغيها غادي نمشي غادي نتعطل واحد 3 موا باش اللي كيدو ولكن راه كاينه 240 ويلا تزيرت كاع بغيت نموت راه كاينه البنكه تمشي تقول لها عطيني اخويا قد انا مسيكوريزي لك بهذا هاتي هاك يعني فهمت هذا البير تقول لك ولا ما كونفيرتيتيش هادي الا البنكه كاينه دونك يعني ما عندي ما ندير بالكاش ما عندي ما ندير بالكاش اش غادي ندير به هي هادي راه كيتصرمه كيتصرم الكاش كيتصرم دونك هنا فين في 2018 يعني بديتي كتبيع باش نخلص الموظفين انا نقول لك شي 6 شهور وانا كنخلص من جيبي الموظفين باش وما ما حاسينش وكيديروا خدمه ما كتعطيهمش حتى كيديروها ماشي زعما كيقول لك راه جاي جالس باش ما حتى هو ما يحس ولكن انت راك عارف بان هذه المرحله اللي كدوز منها راه غير مرحله بمات هذه لي هذه المشاكل اللي تسببهم بطبيعه الحال ثاني باش هي المشاكل اللي انا قال لا علاش عاوتاني شنو اللي غيعاونني نفكر هكا ليكسبيريونس ماشي بديت البارح بديت 7 سنين 8 سنين هذه حيت الى قارنا هذا الموديل مع الموديل القهوه الموديل القهوه انت كنت عارف بان القهوه راه ديك الفجر غديك الفجر غديك الفجر لا لا شوف شوف القهوه راه رابح فيها ولكن راه رابح فيها فرتيته والفلوس اللي كتشري عليها صحيت لا لاحظتي انا حبس القهوه ولكن البزنس ديالك ما واخا بقيتي كتخسر حيت انا عارف انا حيت اولا قبل كل شيء عارف الغلط اللي درت انا الناس ايوا ينفوا الامور ما غاديش مزيان خصك اول حاجه تعرف شنو الغلط اللي درتي ينفع عارف الغلط اللي درتي راه حليتي نص المشكل ولا اكثر لا نقولك اخي هادي هي الجمله الخطيره اللي كتكفرك حتى انت انا جيت درت كل شيء صحيح وما خداماش سيمون دابا ديك لا انا حكيت باش هذه الجمله هادي راه كتكفرني جا قال انا واحد خونا مريح انا وهي واحد النهار ويجيو لك الدراري دابا نتوما كتقول لي الاي كوميرس راه ما خدامش ليا وانا راني درت كل شيء صحيح درت تمرين ديال كل شيء صحيح كل شيء صحيح زعما وراه كل شيء صحيح خاص تعطيك النتيجه صحيحه انت غلط وتتقول كل شيء صحيح حتى اخي سمو علاش ديما كنقولها راه اخيب حاجه كتخرج عليك ماشي داكشي اللي ما كتعرفش داكشي اللي كتعرف هاد السيد اللي سول هاد السؤال شنو اللي خرج عليه هو قال لك درت كلشي صحيح هو لانه الاعتقاد ديالو انا داكشي اللي دار صحيح شكون قال لك هادشي درت صحيح شكون اللي اكد لك ان هادشي صحيح عارف نظرك انت درتي صحيح دونك
فين خلينا في كلشي صحيح كلشي صحيح دونك ملي كتجي كتقول لي راه درت كلشي صحيح راه ما يمكنش دير كلشي صحيح وتعطيك نتيجه صفر راه الا درتي كلشي صحيح خصك عليك نتيجه ايجابيه على الاقل كتفيريفي مع الدراري كتلقى ماشي غلط السيد راه منتهى الاغلاط تاعهم وما عارفش وما عارفش تقول لك انا ما كنتش صحابني شنو هادشي اللي درت صحيح شكون اللي صحح لك صحتي بحال كنتي شي واحد قد التمرين صحو الراس قال لك حتى الراس بحال تحط 10 على 10 انت اصلا كتجاوب بان صحابك راسك مجاوب صحيح غادي يقول لك يلاه حط الجرع 10 على 10 غادي شي واحد يصحح حاجه يحطك جوج على 10 داك ويلي على احساس كتكون انت حاكم زعما وكتكون متاكد بان هذاك اللي قدامك راه ما غيعطيكش زعما يمشي معاك في الطريق كتبقى تقول ليه طقطق وكيقول لك هذه كتقول لي هذيك هي الغزوه ويلي على احساس كيفاش داير دونك لان هنا هو هذا السيد ما عرفش الاغلاط اللي دار علا كيقول درت كلشي صحيح دونك اول ان فوا الامور ما غادياش كما ينبغي جلس اطابل وعرف ان درتي شي غلط واللي اخا يجي هي الخساره في البدايه ديال 2018 ما الحمد لله كنت كتبيع الموسى اللي كدير باش تخلص التيمي كي سالات 2018 من بعد يعني 6 شهور بدات الامور عاوتاني كتظهر لانني عارف المشكل اللي درت انا والدراري عارفين ان الامارات كانت خيار غير صائب نمشي ونفيستو فيها ونتوجهوا ليها بحال قلت كتخلي فرقه رابحه نعم وجيتي دخلتي المباراه الثانيه بواحد مشونجي ما تبدلاش ما الفرقه الرابحه ما كتبدلش حتى كتكون فيها شي مشكل وموديفي فيها صافي تما في 2018 العقل كيف رجعناها يعني من احسن لفان ديالها والدي بي ديال 2018 كان من احسن السنوات فاش ربحنا في الخليج مزيان الى حد الساعه اللهم بارك الى حد الساعه انا كاين في جاس الى حد الساعه الناس اللي خدامين المغاربه في الخليج يعدون على رؤوس الاصابع نقول لك انا راه قيسيمو واحد جوج الدراري اخرين والاربعه او كاينين ما عارفينهمش كاين اردنيين كاين ماشي اردنيين هذا واحد جوج سيبر راه كتعرفهم وكان واحد الاوكراني صح وهنا في الويب ديك الساعه ما غتلقاش شي واحد كيدوي لك على السوء ديال الخليج كاع هنا جينا قلنا ودي هاد الحلوه كبيره راه ماكش ناكلوها بوحدنا اجيو نعلموا الناس حتى هما ياكلوا في معنا في هاد فهاد الحلوه هادشي في 2019 اوكي علمنا الناس درنا دي فورماسيون تعلموا الناس قلنا لهم الله يسهل عليكم سيروا خدموا حنا حتى ما حسدنا مشاو الناس مغاربه ديك الساعه بالمئات الا ما قلت بالالاف مشاو كيكونتاكتيو الشركات يدخلوا السلعه هنا وحلو نفس المشاكل اللي كانوا طراو الناس الناس طراو فيهم مشاو عند الشركات كيردوهم ما كيقبلوهمش لا ما عندكش انت ما عندكش شركه خليجيه بزاف ديال الامور وهاد ديك الساعه كانت سي او دي ماستري اوكي ديك الساعه سي او دي ماستري وملي كيرجعوا هاد الناس قلنا ودي هاد الناس راه ما يمكنش نخليهم فوسط الطريق حيت حنا سيرفيس ما عمرنا درناه نديروه باش نربحوا الفلوس ولا شي حاجه جا مكرهم اخاك على البطل جا واحد الدري قال لك ودي انا درت تيست انا راه غنربح ولكن راه ما قبلونيش شركه شيبينغ ما كاينش اللي يدخل لي السلعه بدينا كنقدموا لهم دي سيرفيس كنعاونوهم ديك الساعه ما كانش غايه ربحيه ابدا ولا داكشي كبير دونك جيتي تحل المشكل وليتي الصدغ حاصل كتولي خصك مكره اخاك لا بطل انك تقدم سيرفيس بدينا كنقدوا لكم نقدوا لهم دي سيرفيس الى اخره ديك الساعه 2019 كان 2020 دي سيرفيس بحالاش انا عارفو كنبقى نسول كندخلوا لهم السلعه في الخليج حنا كنضمنوا السلعه تدخل يعني خلصني الا ما دخلتش انا نرد لك فلوس كنشيبيو ليهم كنكونفيرمو ليهم لي زوتر ديالهم كنديوهم للكلاينت كنكوليكتيو الكاش وكنوصلو لك فيما بغيتي في العالم تخلصوا في اي كونت اي كونت بنكي في العالم كمل لينا وهنا في 2020 غيوقع الميرج بين سي او دي ماستري والسيمورا سميناها سي او دي نيتورك وسميناها سي او دي نيتورك علاش هذا الميرج الميرج شنو هو الميرج الميرج هو انا وراقي دخلنا معك انت وحازم الشركات دمجناهم في واحد الشركه علاش ديك الساعه الا عقلتو كان شيبينغ ب 12 دولار علاش ب 12 دولار ديك الساعه 12 دولار اخي سيمو لان حنا غير كنتعاملوا مع واير هاوس اخر وشركه اخرى كت هي كتقول لي 11 كنقول لك 12 بالعربيه تعرفت يعني عندك شي انا غير هز حظ ملي تلاقيت جا سيمو قال لك سيمو لا راه خصنا نديروا شي حاجه اللي تنفع الناس ونزلوا هاد لي كوست انا ما قدرتش انا شخصيا ولا راقي ما قدرناش سيمو كان عنده افونتاج هو والبارتنر ديالو السعودي حازم
ديال هو ديجا عندهم لي وير هاوس في السعوديه ديالهم وعندهم دي كونطرا مزيانين و ملي كتكون نازل في التيران كيكونوا دي زون هما كاينين في التيران حنا ما كناش في التيران اوكي تما حتى فين درنا خاي السيمو العقد 2020 شهر جوج 2020 ديك الميرج وكانت سي او دي نتورك وتما فين بدات زعما هذه القضيه ديال سي او دي نتورك تما فاش نزلنا من 12 دولار ل 8 دولار اه هي تما 12 8 وان شاء الله قل ان شاء الله ان شاء الله قل حنا خدامين اخي اه السؤال اخي قال شنو هي سي او دي نتورك شنو هي اوكي سي او دي نتورك هو انت ما بغيتي واحد يتفرج دابا تنقول سي او دي نتورك شنو هي اخي بعدا سي او دي نتورك شركه كتقدم مجموعه من الخدمات للناس اللي كيبغيو يديروا الكاش اون ديليفري او يديروا الاي كوميرس في الخليج فيما بغى يكون في العالم كتخول لي انه يمارس الاي كوميرس في الخليج وما يحتاج يمشي يدي براسه للخليج ولا يدير شركه الى اخره كتقدم ليه استيراد السلع يعني كتجيب لك السلعه من الشين ولا من اي بلاصه بغيتي في العالم وتديوانيها لك وتقوم بجميع المساطر القانونيه وتخزنها لك في المستودعات ديالها وتكونفيرمي لك لي زوتر ديالك وتشيبيهم للكاستمر ديالك وتقولك تي الكاش وتعطيه لك بلانت دابا واحد خونا في فرنسا واحد خونا في الطاليان واحد خونا في الجزائر واحد خونا في المغرب هادو كاملين ممكن يخدموا تمايا بلا ما يكونوا تما ولا كاين شي لا بلا ما يكون تما في بلاصتو حيد المغرب الدول الاخرى واحد في فرنسا كاين في فرنسا غيخدم هو جالس في باري خدام في الخليج وما يحتاج يدير حتى شي ورقه ولا شي شركه ولا يمشي للخليج بلان في بلاتفورم وحده ديال سي او دي نتورك كتوفر لك جميع هاد الخدمات بحال شد الخدمات كما قلت لك استيراد السلع تخلص الجمركي تخزين في فيلمنت اللي هو التلفيف شيبينغ واللاست مايل وكتدخل لك الكاش وكتعطيه لك جمعتي ليا الكاش فين تصيفطو ليا فيما الكونت بنك اللي عطيتي ليا في العالم باي بال بايونير ترانسفير وايز كونت بونكير تفكرت السي ولا كبلاه والجابون والصبليور عليك قلت واحد من فرنسا واحد من الطاليان تنساش يقول لك وي يو كان واش نخدم بها وانا في الصبليون فين ما كنتي في العالم خونا اللي تحت منه وعافاك الله يخليك فرنسا وعافاك اخويا بغيت نسولك بلجيكا حتى هي دابا هذا خاص نبقى نسمي الدول ما كنتي في العالم وفي اي كونت بنك عطيتيني يوتيوب بالنسبه لولاد القاش ديال اليوكان كنا مع واحد ديزانفيسيسور وقالوا لنا اليوكان فين كاينه وانا دائما داك الميزازه تمرضني دخلت قبيله لقيت اليوكان كاينه في يد الدوله تبارك الله راهم يد الدوله يعني تبارك واحد الدول اللي انا ما فهمتش شي دول انا ما تنعرفهمش تلقى شي كليون تما كوموندي شي برودوي من عند شي واحد خدام بيوكان راه هذيك معلومه خايل غير ثانيه دابا الناس ديال السعوديه ترك او الناس كيسحبهم انهم هي خاصه بالمغاربه عندها مغاربه جزائريين مصريين من اوروب كامل اوكرانيين روسيين هنود اوستراليين امريكيين خليجيين يعني راه يا اخي كاين شي فيجن ديال التوسع في دول اخرين وشنو اللي كيمنعك اخي يحيى من دابا انت هو السيو ثاني انا اللي مقيد شنو اللي كيمنعك اخي من غدا لقاك فواحد 100 دوله اوكي اول التوسع اخي سيمو عندنا بلان ديال اننا نتوسع في اكثر من دوله ولكن اللي كيمنعني غدا ملي كيمنعني نكون غدا في الدوله اكس هو الامور القانونيه والماليه انا كسي او دي نتورك شركه قانونيه 100% ما يمكنش نمشي نتانستال في دوله اللي ما كتخولش ليا نخرج الفلوس بشكل قانوني نقدر نقول لك غدا غنديك سيدي لالاسكا ما عرفتش اكس وغادي نقدم لك جميع الخدمات تما واللي نجي نبغي نخرج الفلوس نعطيهم لك كتحصلوا ليا تما ولكن اخي يحيها باش نكونوا صراحه هذيك البانيير اللي حطيتي تما مع السيمو فيها واحد الكلمه لان نقول لكم شي حاجه ما عمرك قلتيها ياك قول لينا اخي الدول لا الدول اللي جايين الدول اللي جايين نخلي السيمو يقولهم جاي المغرب بعدا هادي معلومه غنجيبو ولكن المغاربه لان ملي كنجيو واخا تنشوفو الجانب القانوني
ما يمكنش دابا الاردنيين هاد صاحبي راه الاردنيين تيعرضوا دي كوميسيون تيبغي يخرج ليه فلوس من المغرب تقول لي الشريف راسنا القانون مين قريبه خاي غيساني قريبه خاي غيساني المغرب هذا خبر اكسكلوزيف هذا ولكن اخي نفس القطه اللي قرا اللي تيمنع من توسع غدا تكون في بزاف ديال الدول واخي واخي علاش نمشي لاوروب زعما انا قنعوني انا لاوروب ريغلومونتير مزيان هكذا كاشن ديليفري بدا تيخدم فيها مزيان علاش زعما لا لا شو غنقول لك اخي انا مثلا الفيجن ديالي في اوروبا وامريكان وداكشي كتقول هذوك الاسواق ديجا كاين ماشي مات الموجه كاين الموجه حاليا ماشي بحال شي دول راه صاحبي راه الخليج باقي السوق قوي واللي جا الحمد لله الخليج هو كامل كاين كاين عامل اخر حنا عندنا ديك اليوم في المانيا في اوروبا بصفه عامه وحلو واحد الوحله خايبه ها هو خدام في الخليج ملي كتفيرسي ليه الفلوس كتدي ليه الضريبه 20% 30% 40% حيت هو ما كاينش في هذا البزنس ديالكم ما كاينش في لا بالعكس وبالعكس واخا بالعكس الا انت في المانيا وحنا خدمنا لك السي او دي في المانيا جمعنا الفلوس عطيناهم لك في المانيا غتخلص 20% 30% ديال الضرائب الخليج لافونتاج ديالو هاد الفلوس كاملين اللي كنكوليكتيو كيشدهم في جيبو ماشي كامل كاين فات ولا شي حاجه غير ماشي داكشي عاوتاني ديال ماشي 30% 50% 40% فهمتيني يعني كاوروبا يعني ماشي سوق مغري ماشي لينا حنا ماشي مغري للسيلر للبائعين كاين اسواق احسن للبائع انا شخصيا باقي كون كنبيع باقي كاي كوميرس حيت منوع عليا حاليا لا انا لا السيمولا راقي نديروا الاي كوميرس الا خيرتيني فين غتبيع دابا نقول لك نبيع انا في السعوديه انا في الكويت هادو هما الجوج انا ديما هاد الدول هادو صافي زعما درتو لا كوفيرتور ديال الجي سي سي كامله ما ناقصش دوله لا الجي سي سي كامله كنكوفري صافي دونك فين نمشي لا جايين دوك انت قلتي لي المغرب كاين المغرب كاين شي دوله اخرى زعما كاين المغرب كاين مصر كاين مصر كاين جايه مصر كاين دول افريقيه كاين دول افريقيه لا حنا فيو كان راه اول سيلر عندنا الناس راه هما المصريين بيان دابا الا قلتوا لنا مصر راه بالعكس راه ماشي كبير بغيت تفتح لا كاين بزاف ديال الدول جايين كما قال لك السيمو كاين المغرب عن قريب كاينه عن قريب وكاينه مصر حتى هي عن قريب وكاينه الدول الافريقيه وكاينه تركيا وكاينه وكاين تركيا بغيت تركيا وي ان شاء الله خير الاشهر القريبه ان شاء الله كاينين بزاف ديال الدول واحد الحاجه ما عمر بغيتي فيها عرفها انا وانت وراك اللي هي تنسميوها حنا الاي ار اس كابيتال على وزن الاي ار اس ديال الامريكان ولكن هادي هي ايديعيه راقي السيمو كابيتال كنا درنا واحد لو فون وكنا كنا كن 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 انفيستيو في الشباب اللي الله دي بداو مؤخرا مش توقف وانما شنو الفيجن اللي جايه وعلاش وقفتي مع بزاف ديال الناس اللي انا تيكونتاكتي ولا تيقول لي اخويا السيمو راه ايديا حيا مابقاش كيبغي يعطينا الفلوس من داك الفون قلب علينا مزيان دريس انا لا لا نحطك في الاسئله اللي كيطرحوا عليا ديريكت ماشي مشكل هادشي جينا هكا في واتساب خويا السيمو صعب كيجي حيا قلب علينا وجهه مابقاش كيبغي يعطينا الفلوس اللي كان اللي كان كيعطينا اوكي اخويا السيمو دا ايريس كابيتال اصلا كيفاش بدات انا وياك وراقي في هاد العام عطينا تقريبا 3 ديال المليون ديال الدولار الناس عطينا ليه شي واحد اللي كنشوفو فيه بوتونسيال غيخدم خصو الفلوس كنعطيو ليه الفلوس كنشريو ليه السلعه كنعطيو ليه الكاش باش ديال الادز وكيرد لينا فلوس مزيان يعني علاش حبستها خاي سيمو مؤقتا لان عطينا ناس 3 مليون ديال الدولار رجعوهم للامانه ماشي زعما مشاو الفلوس ولا شي حاجه ولكن لقينا ان الفئه الكبيره في المغاربه وفي الشباب هو انه استحلوها بحال انت دابا السي الغيساني كنعطيك 20000 دولار الله يكثر خيرك الله يكبر بك كتبيع كتشري كتسمع واحد العقل كتبيع كتشري كتصور 100000 دولار كتقول لي السي دعي هاك 20000 دولار ديالك الله يحميك والدي ديك 8000 دولار شنو كدير بها كتمشي كتاكل هاك كتشرب هاك كتانفيستيها وكترجع عندي خويا دحي 20000 دولار نبدا عاوتاني يعني هادي ممكن تزاد ان غير حتى ولك وان تايم يعني حنا شنو حسينا اننا حنا درناها نعاونوا الناس راه هاد وان تايم يجي حيا كان ماشي نفسها يجي حيا كان تيعطيهم 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 ديما تيشريو لهم البرودوي لدرجه ما بقاوش خوتنا عندهم العقليه ديال التجاره تسحلها ديك اللعبه ديال شري لي هاد البرودوي هذا شري لي هاد البرودوي هذا لانه ولي وقف وقف اخي هاد الشيء اخي يحيى يحيى قال لك نوقفوا اخي لان هادو راه مع جيت دويت معاه قبل واحد شي سيطان صيفطوا ليا وقال لي اخي السيمو هادو راه صافر ولاو بغاو يعيشوا على داك الفون ما بقاوش هادو بغاو يديروا الاي كوميرس قلنا نعاونوهم في البدايه باش يوصلوا خونا تيضرب الملايين وباقي تيجي تيبغي يتكى على الفون تيقول شريو لي عفاك هاد البرودوي يعني انا عطيتك 20 مليون في واحد دو موا تروا مار رديتيها 100 مليون رديت لي 20 ديالي ديك 80 ديالك خدمها
ماشي ديك 80 ديالك انت شاري بها دار المره الاولى ندوزوها ولكن الثانيه والثالثه دونك حيت كتحرم في اخرى من داك الفلوس آه. 3 مليون آه. دولار 3 مليون دولار ما يمكنش انا نحط من جيبي مره اخرى دونك 3 مليون دولار خليها تقسم على 10 على واحد 100 واحد ويستافدوا وندوزوا هال 100 واحد هذا هو القصه ديال الناس كلشي كيرد ولا كينم كيرد لا ماشي كلشي كيرد نقول لك 70% كيرد الفلوس مزيان اخي 70% كيرد الفلوس طوم مزيان طوم مزيان اي نقول لك اخي هاد لايرس كابيتال كيفاش بدا ما يمكن بدا يحيى راقي وانا انا شنو كنت كندير كان بنادم تيجي تيقول لي اخويا سيمو باش نخصك 3000 دولار باغي نشري هاد البرودوي هذا نبيعو معاك مرحبا تنعطي 3000 دولار ريح ديك الساعه في الطيرون جنب البحر تعطي 3000 دولار بيان سور ملي كيضرب الفلوس فين كيعطيهم ليه يحيى تعطيهم ليه في المغرب هو تيجي يورد ليا فلوسي اش كيدير خويا سيمو الكونت ديالك تنقول له الكونت في الطيرون تيقول لي لا راه الفلوس ما نقدرش نصيفطهم لك تنقول له ما عندكش ترانسفير وايز صيفط ليا لا عافاك عطيني غير هنا في المغرب نعطيك رزقي حتى يحط ليا رزقي صافي واحد في جوج كنتي كنسلفهم وانا تما وما تيحطوا ليا في الكونت جيت للمغرب خوك راجع بخير حتى قالت لي دار الطاري باش شري اجا خويا هاد الفلوس هادي علاش داخله كامله قلت لهم راه لي كيبالون ديالها من هنا كنت كنعطيهم لهيه قال لي لا 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 شريك المهم في الاخر بحال هكا قال لي انت راه تخلص ليا على هاد الشيء كامل قلت لهم انا شوف مادام هي الفلوس للبلاد هاني انا نجي وشوف اخي ملي كتكون كول هادي انت نقول لك عمرت مشي عند الطريبه دير فيها راجل تقول لهم انا والله ما غنخلص لان فهمت هادي الفيلم هادي يمشي لواحد فيلم سيء ما يمكنش تخيلو انا نمشي السطان كول هذا هو الفيلم اللي ما تيبغيش تقال حتى شي واحد نمشي جا اخي واخا غادي نخلص واخا ها شحال جاك اشحال خاص تخلص مليونات قلت لهم ماشي مشكل والله ما عندي حاليا ولكن تعطوني شويه الوقت نمشي نبيع شي لعيبات وغادي نجي نبان عندكم نخلص سطان كل درجه شحال ديال الوقت باش تقدر تبيع ما عرفتش راكم عارفين مع كوفيد غادي نبيع بالخساره لا ما بغيناش اخويا هادشي يعني انت ملي وليتي كول انت بنادم من الشارع راه لا اخويا علاش تبيع بالخساره في دابا كوفيد خليك من هنا عام تبدا خلاص مزيان مزيان غتخلص دقه وحده انا فهمتي ما عمر كانت عندي بحال هاد الاكسبيريونس وما انا ما فاهمش صراحه كيما درتي شو نسهلو عليك تبدا خلاص ونقسموا لك داكشي على عامين كل 3 شهور جي خلص هاد العيبات مزيان واللي درت واش باقا انا نجي نقول مزيان ولا ما مزيانش صافي ضرب صافي الحمد لله دازت تكون ولكن اخاي هاد واحد اللعيبه هي فاش كنت نبين معايا السي عموري صات ديجا استاذ التخصص ديالو هو الطاكس ملي مشيت قلت ليه شو راه جاتنا هاد الورقه هادي وكذا قال لي انت صافا نمشي معاك ولكن حاجه واحده اللي نطلب منك راه ما نمشيش معاك الا كنتي من دوك الناس ديال انا ظلمتوني والله ما نخلص قال لي بلا ما نمشي معك شوف الا مشيتي وكسبتي الثقه ديال دوك الناس ودويتي كول راه دوك الناس راه كول يا ريح حتى نتايا كل ما ودتي راك داك حتى وحطهم في سيتياسيون حقيقيه قلت لها صاحبي راه هاد الورقه راه جاتني وبالربي ما عندي دابا شي ريال اش صاحبي هاد الورقه هادي راه ما يمكنش قال لي راه هاني راه ممكن ياجلوا لك الخلاص قلت له بلان بين ما نبيع شي لعيبات ونخلص لهم قال لي ممكن قال لي وكاين ما كثر غير اجي ندوم معاه بسيطه لقينا اخي نايس فهمتي في الاخر قسموا لينا بدا وباخر ولله الحمد هذه قصه حتى يا اخي هكا هذه في الاول كنت ديرو انا بحال هكا راقي وديحيا بوعدهم من بعد ملي درنا المرج هي هذيك فاش خرجت لايريس كابيتال ايديحيا راقي سيمو كابيتال شحال الطوطال اخي ديال هاو ميني مليون دولار 3 مليون دولار اللهم بارك قول لي اخي كاين غير كاين هاد لي سيرفيس هادو ولا كاين شي حاجه اخرى في السي او دي نيتورك كاين افيليت شنو هي الافيليت اوكي افيليت هو واحد بلاتفورم او واحد نيتورك اللي شنو المشكل اللي بغيتي تحل بالافيليت مزيان ملي كانت هاد السيرفيس ديال السي او دي نيتورك كاينين شي ناس كيعرفوا يديروا الادز عندهم دي بيجي صغار بزاف عنده 1000 درهم 2000 درهم 5000 درهم ما يقدرش يشري ستوك ب 5000 دولار 4000 دولار 2000 دولار كي كونتاكتيونا بزاف كوا كانت في انستغرام اي كونتاكتيو بزاف لقينا شي حل هنا الى عقلتي هو الفكره ديال السيمو والبيدجي صغير اخويا عندي 300 دولار باغي نبدا كنا كنقول لهم لا هنا باش بديت انا تنبلانيو لي اكسبيريونس ديالي في السي بي اي في السنوات الماضيه جات صافي هي تما فاش بدينا الافيليت تما باش كدينا الافيليت الافيليت شنو هي واحد بلاتفورم كتدخل كتلقى برودويات كل برودوي كتاخذ كوميسيون مقابل كل مبيعه فعليه دارت اوكي انت شنو كدير كتاخذ غير داك البرودوي كديرو في السطور عندك فيو كان ولا في لينكدين بيج ولا اخره كتجيب مبيعات
ما كتخلص حتى شي حاجه، ما كتخلص لا كونفيرماسيون، ما كتخلص لا برودوي، ما كتخلص لا ليفريزون لهم يحزنوا صافي. كتجيب مبيعه كتليفر كتاخذ واحد الكوميسيون 20 30 25 على حسب كل كل برودوي اوفر ديال الدور، كتخلص كل سيمانه ما تضرب حتى تمام، ما كتضرب حتى شي حاجه. واخا هو السؤال اللي من الجهه الاخرى وملي هكا حتى واحد ما يمشي للسيرفيس يمشي الله في ليه، هذا غلط اخي السي. لا انا دابا انت انا عارف الحسابات كامل، خاصني نقول لك السؤال اللي طرح اي واحد. انا نقول لك وانت اخي هادشي زينتي ليا لدرجه ان كل شيء يولي افيليت. ما عندكش اللي بغى يربح اكثر ما كيمشيش للافيليت. انا نقول لك علاش، سيرتو اللي عنده الفلوس افيليت بدات باش دير راس المال، باش دير راس المال عيي. لان نجيك صريح، انا ملي عطيتك 25 دولار اخي في المقابل هذه المبيعه انا رابح 30 دولار وهز 5 في جيبي وعطيك انت 25. كنت مول البرودوي وبعتيه انت راسك غديك 30 كامله وكثر، غتلقى 10 دولار اوبتيميزي بزاف، غتلقى درت 10 دولار في دونك الافيليت ما عمرو حسن نسيلي. ودابا كنقولها هو افيليت هو حل للناس اللي ما عندهمش بيجي وفريمو هادشي عجبني. علاش؟ لان ملي تلقني الافيليت بزاف ديال الدراري كونوا راس المال ومشاو خدموا دابا سيلا راس. لا والناس اللي لا علاقه مع لوكا ولينا على بزاف الناس عندهم حتى علاقه بالفوز مثلا لوكا ديال الدونتي. عندي واحد السيد جا عندي قال لي اخويا دحيات لونسي وافيليت شحال هذه، قلت ليه هي، قال لي راه انا بغيت نبدا معاكم عافاك في البيطه هادشي، قال لي اكتيفي لي الكونت ديالي اكتيفي تالي. ملي تلاقيت به قلت شنو كدير، قال لي انا طبيب اسنان وتبارك الله كيدير ارقام كاين في التوب 10 في التوب 10 اوف اي هو هذاك التوب 10 ديال 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 لي زافيت في النيتور. قلت لي يا ودي كيفاش كدير، كيفاش هادشي، اجي نتابع السيلير انت واعر هادشي. قال لك لا لا لا، قال لي انا راه كنخدم، انا راه عندي عياده ديالي ديال طب الاسنان هادشي طون بارسيال اوزي. اي قال لي انا هادشي هوايه عندي وكيعجبني، كنجي ساعتين في المكانه كنخدم. السلام عليكم. وكاين بزاف ديال الناس ماشي هذا دونتيست غير حيت غير تلاقيت به قال لي اما ذوك الالاف انا ما عرفهمش شكون كيبان لك سيرتو تيبان لك ما كاين ما عمرو كان سيلر وسنين انت حال ما عمرو بان خونا الله جا حضر في الافيليت السلام عليكم دخل الراق 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 نتوما تيقول لك خويا انا راه ما مساليش حتى تزعمو تقول لها جي ولي سيلر لك الشريف انا ما مسانيش انا راه عندي خدمتي انا راه جاي كنبريكولي معاكم ولله الحمد. يا اخي سي موقع تجيني حتى تسكوين لان اللي عنده غير الافيليت بوحدو راه ملي تيجي عنده يمكن الماتريس ديال الفيس ديال ديال الارض ولكن ما تيعرفش كيفاش يختار البرودوي، ما كيعرفش كيفاش يجي هذاك الشيء كامل. دونك راه كيبغي يتعلم البروسيس تيوجد راسو راه فورماسيون فابور وكتخلص عليها اون بلوس كتخلص يعني كتوجدو باش يولي هو تيجيب البرودوي مباشره ويدير داك الشيء ديال السيرفيس. على ياسر استنى انا قلت لك قبيله شحال من واحد بدا افيليت هو الاكسبيريونس وداز راسك ديالو كون راس المال وفهم. وكاينين شي ناس اخي سمو هادي مزيان نقولها، كاين شي ناس ما كيخدموش في الكاشون ديليفري ولا في اي بيزنس كيما بغى يكون يكون بسبب الخوف. كيقول لك انا دابا في جيبي 10 مليون انا نمشي نشري ستوك ولا ما تباعش ويلا 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 ما عمرو كيبدا تجاوب على الاسئله كامل. ندير الافيليت كيقول له بلاتي انا بطلت 5000 درهم وندير بها الادس بعدا كيهرس داك الخوف داك الحاجز بينو بين الايكوميرس بينو بين التجاره بينو بين تيخاف من البحر تيكون بارد تيبقى يدخل ليا خاص في الاول الماء تا كتحس حتى تدخل صراحه والله الا زعما لان الجانب النفسي الجانب النفسي راه خطير مهم بزاف في البيزنس حيت كاين شي وحدين داخل عليك كتنقصوا له اي لا كاين شي وحدين خصهم غير تيقع فشي تيقع والله تيجريو لك في الباجار يبقى يبان لهم حتى شي واحد شوف غير ثاني اللهم بارك. كنشوف شي ناس عندنا في السيرفيس وفي الافيليت وفي السيلر اللهم بارك كيدير شي ارقام راه خياليه واللي كيصدمك بعض المرات كدوي مع شي وحدين فيهم كيقول لك انا اول مره كنت نتعامل مع الاي كوميرس وفراسك راه هذاك هو اللي مزيان. علاش؟ لان ما عندوش داك النظريات المسبقه ما عندوش كثر ما عندوش كثر الافكار يرج خاوي والله الا رضيت خاوي جا عندك قلتي لي الطق قال لك الرق. شوف هذه قلتها لهم واحد المره قلت لهم راه الناس اللي كيضربوا الفلوس صحاح سواء عند ناس واعر في اي بلاصه كيما غتكون تكون راه ما كتلقاش في لي جروب مرز الدنيا وما كيدويش بحال قال لك شي واحد انا باش نبدا في الافيليت
وريوني شي واحد رابح يدوي معايا هذاك اللي راه كيربح هو جي ما يجيش عرفتي علاش اصلا الا بان شي واحد ناجح غادي يجرو 70000 واحد يطيح والله الا كاينين الاف قصص النجاح تيشوفو وما تيتيقش تيبغي يتلاقى هذيك بحال راه هادي راه في الناتيف ديالنا بحال داك السيد اللي عاود لكم اللي جا عندي ادسنس قلت له خويا وريني نشوف حيت غنصايبين هكا ما عندك ما دير ودابا هذا الشيء علاش هاد اللايفات كاملين باش كنوريو قصص النجاح ولكن ها شوفهم يلا خير غيساني راه داك السيد اللي كيضرب فلوس كيضرب 20 30 50 100 الف دولار في الشهر راه هو ما بغاش يبان ما بغاش اللي يعرفو ما عندك حتى شي ترى الضيف صاحبي كنجيبو حتى تنوض ليه شي براتي اكسبت ليا ضيف فوسط ربعه فهمتي الاخرين ماشي تيقول لك انا ما باغيش نبان خويا كاين العين كاين التابعه السيم راه حنا غير غزغبنا الله صراحه يعني غير لقيتي راسك في المعمعه عقلتي اخر ايفيمون في اكادير داك السيد كنت السيد غيساني وانت يو واحد طلع في هكا قال لك انا عائلتي ما عارفين شنو كندير ما تصورونيش بنادم قال لك انا عائلتي كنعرفها والسيد من الناس اللي كيشفريو وي 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 وبالمناسبه راه كاين عندنا واحد السيد سميتو مستور واحد واحد اي هوب اجي ان شاء الله نهار الخميس نورا راقي عرفتي مستور سميتو مستور معاه واحد الله مستور لا 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 سميتو سميتو مستور سميتو مستور اخي لا لا والله الا السطر زعما جي جي انسباير الامه ديال الناس قصه ديالو واعره اللي هي باش نزيدو واحد اللعيبه على الافيليش مزيان مزيان دابا الافيليش فاش مزيان عندكم هو ان الناس ولاو مهنيين من البارتي ديال البرودو يعني ما يمشيش انفيستي في البرودو انا هذه القضيه قلت انا والسيموراي قلت انا وغيساني في اللايفات اللي دازو حنا دايرين واحد البلانينغ في ادز انه الاخر 2022 2023 كامل غنديبلوكي واحد المونطون ديال 100000 دولار غنعطيو دي كونت باش الناس يقدروا يطلقوا لا بوبليسيتي نقدروا نبداو ب 200 300 دولار الا بان السيد انه خدام ولكن غير المغاربه بوحدو اللي غيخدموا سي او دي في المغرب اللي غديروا سي او دي نتورك في المغرب غنديبلوكي لهم دي زاداكونت في 200 300 دولار باش يقدروا يبداو حتى الارز باش ما يبقاش المشكل دراس المال الا بان هذاك السيد انه كيسباندي نقدروا الشهر الثاني يعطيو كريديت لاين 1000 دولار الشهر اللي موراه 2000 3000 الا بان هذا السيد خدام ايوب اخي قال لينا ديك النهار مريحين كنت شوف برافو عليك باش قال لك اخي انا يضمنوا لي هاد خونا هذا راه فلوس واجي نكوليكتها من عندكم لا مش قرار واحد انا واحد الارض وانا ما عارفش الكاش من الكاش نعرفو ما جاك قال لك انا نجي نعطيه 1000 دولار 500 دولار 200 نبدا معاه ب 200 ابخي 1000 دولار داكشي اللي عطيته يجي حي يضمن لي من الشهر الاخر ملي يجيو الفلوس ماشي مشكل انا نضمن لك انا فلوسو عندي اصلا هكا غنسيليكسيوني الناس ها راس المال ما بقاش مشكل في البرودوي ما بقاش مشكل في الادز والناس كلشي خدام مش هذا السيد اش الشهاده انا عارف غادي يطلع من هاد اللايفات هادو يطلعوا الجنون ان شاء الله ان شاء الله جات اللايفات يديروا التبلبيل اصلا حنا كنجمعوا غير نرموا بالبيلي لا وزيد عليها ان شاء الله في 2023 جو بونس تكون يوكا اكاديمي واجده ان شاء الله الكو غيولي عنده اكسي حتى للفيديوهات كاملين كيفاش يلونسي الادز كاع لي بلاتفورم لي زاستوس كذا لي بغيتي هيو بغيتي خا جا جا راه ضربناه معلم ساعه و 11 دقيقه لا 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 ولي خايف دابا ندوز معاك بعجاله لحظه سو دي نيتورك اخي شنو هو السر انا دابا من على برا شنو هو الحبكه ديال هاد الشيء اخي اللي نتوما كترونوا فيه فهمتي علاش وصلتوا لهاد النمبرز علاش وليتوا كدوا في هاد الارقام شنو هو السر ديالكم على ديك الارقام قول لينا شويه عام في البدايه ديال السعودي نتورك يعني الله بدات راه في عام الاولاني راه فيرات تقريبا 72 مليون دولار للمغاربه وي يعني المغاربه الجاليه المقيمه بالمغرب الجاليه المغربيه اسمك يستني واشد معايا شد معايا الجاليه المغربيه المقيمه بالمغرب دونك بحال هذا السعودي نتورك كريات واحد لا فالور اجوتي حتى على مستوى العمله الصعبه يعني انك تكون سبب بالتوفيق من الله بطبيعه الحال انك تجيب واحد 70 مليون دولار في اول عام حنا راه بغينا ندوبلو في العام الثاني وراه هذا الشيء ما ساهلش السر ديال اخي السيمو ديال النجاح ديال السعودي نتورك واخا ما كنشوفوش راسنا انه ناجحين باقي مسيره طويله يلا بادين يلا كانت تسخينات هو اولا قبل كل شيء الناس اللي وراها لا انت لا راقي لا انا لا حازم لا الدراري كامل اللي وراها ماشي يلاه بداو اليوم في الخليج يعني ماشي حديثي العهد بالخليج يلاه سرع بالخليج ومشى ليه البارح وكاين ظرف امور اللي هي ابعد او بعيده عليه دونك واحد اكسبيرونس على 10 سنين انا شخصيا عندي
كونتاكت في الخليج وخدمت بزاف ديال الامور وعرفت ناس 10 سنين يعني الناس اللي وراها. ثاني حاجه اخي سيمو اللي من بين اسرار او من النجاح ديال السعودي نتورك هي الثقه اللي الناس حاطينها في فوندرز ديالها وفي المؤسسين ديالها، لانه ما يمكنش شي واحد سير ثاني يجي مثلا يخلي عندك 100000 دولار حتى لا فان د سيمين ولا فان د هذا في حد ذاته مستحيل، وهذا بحد ذاته ريسك ريسك ليا وريسك ليك فهمتيني. يعني قلت على دويت على الثقه دويت على الاكسبيريونس. ثاني حاجه او ثالث حاجه اللي هي الشفافيه. يعني انا بالنسبه ليا كنخدم كل نهار باش نعطيك واحد البرودوي اللي هو بكل امانه وصراحه وما كان بيعش ليك الوهم. مايمكنش نقول لك لا راه غدير مليون دولار بلا ما تخدم او نبيع لك شي حاجه ماشي هي. يعني شفت على ذكر مليون دولار، شفت واحد النقاش طاري بينك وبين شي خونا مؤخرا تعطلتي باش تضرب المليون دولار، شفت ديال ستوريات راك تعطلتي باش تضرب المليون دولار، دابا الدراري ولاو كيضربوا غير في قلبك دا. حيت هو سولني قال لي انت ضربتي اول مليون دولار قلت ليه في 7 سنين ديالي في الويب، انا من 2008 عاد 2015 عاد ضربت مليون دولار. دونك هو قال لك تعطلتي في هاد 7 سنين ولا حنا راه ما كان والو كان الجفاف، حيت انا كنت كنزرع في الصحراء هو كيزرع في بلي لقيت اصلا لقيت با قنعناه عليك انا تجي تقول لي بغيتي دير هاد الحرفه، راني كنت نضربي مع الوالد ندوي نقول له تخيل واحد يمشي يتزوج خطب ويقول له خدام خدام في الانترنيت السوشيال ميديا دونك انت دونك انت اليوم راه لقيتي بزاف ديال كان معلومه لقيتي واحد انفراستركتور راه بسبب هاد الناس بسبب هاد الناس راه بزاف ديال الناس اللي هما اللي خلاو انت تقتنع بهاد الامور وباك يقتنعوا المحيط ديالك وبزاف ديال وتلقى المعلومه في اليوتيوب ودخليتو تلقى بالعربيه تلقى بالانجليزي تلقى بزاف ديال الامور. راه ماشي زعما جيتي انت اليوم لقيتي انت خرجتي ما كانش امك جايب هاد المعلومات ديال معاك راه الناس يعني هادشي اللي كتستفد منه انت اليوم هو واحد العصاره ديال التجربه ديال الناس. انا خلينا نقول احسن وقيتي تبدا فيها هي دابا بيان سي. واحد السؤال يا اخي حيت تقول لك الدراري راه الناس ضربوا لها وتا وسهلا المارشي صافي والله كنقولوا احسن وقيته تبدا فيها هي دابا احسن وقيته تبدا فيها من هنا عامين تلقى دول اخرين تقادوا والعباد تقادوا كذا كذا كذا. غير انت واش باغي الفلوس في هاد العامين هادو ولا ما باغيهاش؟ انا خي باغي الفلوس دابا هاد الليله هادي دابا انا نقول لكم المشكل ديال الدراري السلغساني والشباب داخلين الدومين ديال الويب قال لك انا غدا بغيت ندير فيراري بحال سيمو الله يكبر بك. حنا تنقولوا ما يخدموا والله حتى ديروها هو ما عارفش ان سيمو دار 15 سنه ولا 12 سنه ولا 10 سنين يلا دار الفيراري. دابا الدراري قال لي اكاز الدواني كنحسب راه نقولوا نشوف انا بديت كنقلب عليها من 2016 ضرب ليا من 2004 ل 2016 حتى 12 سنه دونك السيمو دارها وانت بديت ديرها اليوم وما لقيتهاش من 2016 كنقلب ما لقيتهاش حتى 2020 انك ديرها في بيرود قصير هو عنده شونس ولكن صغير يصبع على الخبزه ديالو الطيب ما شوف جا هو اول نهار اخويا الغساني اليوم جا وقال لك خصني من هنا 15 يوم تحضروا لي 10000 دولار لا ماشي الدولار الاول ما خداش على الدولار الاول تيقول لك الدراري السؤال الاول دابا هاد الخدمه ديالكم شحال باش نضرب مليار او جاش قرب كل شي مليار تقريبا كل شي مليار واحد اخر السيمو كيقول لك هاني دخلت اسيدي كنبيع في الخليج كنبيع في المغرب كنبيع في الافريك شحال غنربح اول شهر وانا عندي وظيفه باش نقول لك شغل خلصك ولا تعرف شنو هو مليار لا اخي غسل المشكله فينا هي هو كتقول له ودي واحد 3 شهور غير تعلم غير تعلم واحد 3 شهور تعلم واحد 3 شهور بدا ومن بعد ندوي قال لك لا هو اليوم يعني اول حاجه النصيحه اخي سيمو الناس ملي قلتي لي شنو هو الفرقه خويا الغيساني هو غير صبر الله يرزقك بخير والناس قال لك من اول ستوك شراه من اول سلعه شراها من اول تيست داروا في الادس من اول حاجه دارها قال لك بغات يربح منها كتامن اخي يجي حيا ب 10 سنين حنا هذا البرنامج قرب لنا نسميوه 10 سنين راح قرب لنا شوف جبنا الاكسبيرينس توينغ ضرب اكثر من 10 سنين انا اكثر من 10 سنين غيساني اكثر من 10 سنين مروان اكثر من 10 سنين والنخلة اكثر من 10 سنين ممكن اكثر من 10 سنين اسمح لي قاطعتك هي اللي بغيت نقول لك الناس كامل اللي جلسوا هنا قبل مني رجعوا اللايفات ديالهم ما كاينش شي واحد دارها في قبل من 10 سنين الناس كاملين 10 سنين وانت جيتي بغيتي 10 ايام ويقدر شي واحد يبارطاجي ليكسبيريونس اللي دابا في الويب كتقتل
هي مثلا انا خدام مثلا ممكن نشد ديك اللي زدتي اللي زعما اللي عندي ونمشي نصيفط لها شي ايميل ونكلوزي اللوط اوف ديز ونقول لهم صات 140 الف دولار في 24 ساعه وهي ماشي 24 ساعه هي اخي استمر عندك واحد 16 عام ديال الاكسبيريونس 6 سنين وانت كتجمع ديك الليست هادي زعما خبيتيها جيتي صيفطتي لي زيميل وريتينا شحال ربحت وهذا الشيء كثير في الويب لدرجه انا عندنا الصديق ديالنا اشنو دار في البلاك فرايداي ستاندا 800000 دولار في الاز شحال دخل 740000 دولار ويقول لك انا ضرب 740000 دولار في النهار نشوف عليه خاسر وماشي خاسر 740000 دولار باقي خاصو يشري الاز باقي خاصو يشري البرودوي باقي خاصو يخلص بزاف ديال الفيز يعني خاسر ولكن واش كيدير بها تي بروموتي بها الكور ديالو اللي كيبيع تيقول لك صح غنوريك كيفاش دير 740000 دولار في 24 ساعه شوف انا درتها في السيمانه الاولى ديالي دونك تقدر ديرها اش تقول لي الدراري اسمع اخونا هذا علاش نقول هذا تجيب الدوره ما تسمع ليش انا مزاول راه تقول لك انت راه هذا تنشوفوا معاكم اخي ماركتر اجي تشوفوا معنا في لي زيفير موعد واش نجريو عليه هذا ماركتر كيبيع لك تيبان لك انا كيفاش درت 740000 دولار في 24 ساعه ولكن ماشي القصه الحقيقيه القصه الحقيقيه هو راه عنده فلوس كثيره وسبان 800000 دولار باش يوريك انت هي هذه وباش يرافريش شي ليك وباش تبان لك القصه حقيقيه تيرا ايه خاي سيمو اللي قال لك غدير هاد غيا قدام والله نصب تنقول له رد بالك شوف النجاح ما كيجيش عن سهوله سير غير ثاني الا دويتي معاه تلقاها 10 سنين 12 عام كيضرب فيه والله سبحانه وتعالى فاش خلق الكون والله سبحانه غير الوقت غير الوقت غير باش يكري لك الرساله الله غير الوقت باش يخلق الكون وانت قال ما بالك قول لي اخي واحد اللعيبه مهمه علاش انت ما دجاش في الشكليات مثلا ضربت انت الحطات انت تقطع شي فيراريه حتى انت ضرب عليهم الحاجي ماضي تعيق يا بنات اش هو كتقول اش هو لا لا معايا تحتو ضرب الاسئله انا سولت سؤال نجاوب سؤال دابا انت اللي ضرب الفيراري وحطوا المسائل انت فرحان واش فرحان بهذاك الشيء فهم داك الشيء مرتاح لا والله اللي مريحنا اخي ماشي داك الشيء هذاك الشيء ما ايوا علاش نديرو انا راه الشيء دابا واش بغينا غادي سولتك هذا السؤال هذا ماشي به مود الدراري بالله راه ماشي على حقاش كنشوف الصامه دا فكر الصام تايم كيجيو عندك لي كومونتير اخويا هاي تحيا راه ما شفنا لا حديده لا والو فهمتي اخي تحيا دار بالحديد راه مشينا عندو لا لا بروجه لا هو ما كاينش ماشي عندو الحديد واي لا السيمه دابا طلع لنا النوبه لا صافي راه لا لا تنقول بالعكس انا جبت هاد السوجي هذا باش راه ما تجيش تسنى نتايا كلشي راه السيمو انا راه ملي دخلت للمغرب يقدر اخي كنت في ديك الطريحه في دفيو انا رايحين قلت لهم الدراري باغي نتصور معكم في هذه اللعيبه راه بيض الله دخلت للمغرب باغي نشري واحد كيا بيكانتو بغيت نشريها باش يضحكوا عليا الدراري وانا ندير راسي نباركي في شي قهوه وشي صفحه شي قهوه وزع الشيره ديال صور بحال هكا ونكتبوا عليها واش بحال باباراسي واش هذا هو المليونير اللي كدوي عليه ونحضروا في لي جروب ويضحكوا عليا الناس ونضحكوا معاهم كاملين والشكر الله قال لي الشريف لا 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 قال لي انا خويا كيتيق فيك علاش الا شاف هذه الهضره هذه غادي يفقد الثقه فيك قال لي الله يرحم لك الوالدين لا الدراري كاملين اللي كانوا حاضرين ديك الليله ما عرفتش كنتي حاضر معنا ولا لا كان رضا حتى هو اللي عاش معنا في الطنكن بزاف ديال الدراري خاي السيم والله ما بلا علاش اصاحبي انت غادي دير فراسك هذه الحاله هذه الدراري حنايا ناشطين وكذا باش فهمتي نديروا لهم العكس ولكن ابخي ملي جيت اخي صافي جينا نستقروا في المغرب شرينا ديك الجاكوار مازيراتي دابا الفيراري والله اخي الا داك الشيء غنقول لك نيكست ها لا نيكست نيكست كنفكر والله اخي الا اخر ريسورس دار البارح هي البيغاتي شيرو ولكن خاصه تمشي عاوتاني اخي نيكست للبرايف البرايفت جيت ان شاء الله ان شاء الله الدراري جبتو الدراري ياك ما غتبيعش لينا تما تشيكن ربي في الطياره لا لا جا غادي تمشي فابور لا لا شي شي شو هادشي المهم اخي دابا حنا خدامين الحمد لله وقضيه اخرى والله ما كان زعما الحديد يما ما جربتش عجبني ما بقاش باش نبينوا الاخر راه كتشوف فراسي بزاف شحال وداك الشيء والله ماشي يحسك بديك السعاده في المره الاولى الادرينالين وكذا ولكن من بعد صافي بحال قلتي يوسلاو انا حاسس صراحه انا شخصيا ما كنشوفش راسي في داك الشيء
ربما انت عندك سبب مقنع. انا بلا انا تقول لي غادي نمشي لفيات لا نقول لك نقول لك على السبب اللي فهمت من هذا الشيء وليت كندير هذيك اللعبه ديال هذاك خونا اللي جالس تمايا تيقلب على شي واحد داير هذا الشيء باش يقتدي به صافي. الفراري شحال كنسوقها جوج مرات في الشهر راه مزروعه في واحد الكراج ناسها واش دقائق ربع ساعه هيت والله الى اليوم لا شي 6 دقائق مشيت درت راه طوال رجعت نزلت للكراج طفينا صافي نزلت الضو نزل الكراج وي ماشي لولو صافي. ولكن هو داك خونا عاجبو داكشي ماشي سمع لك هضرتك دابا يجي حيا راه تنشوفو فهمتي تيجي تيشرح ليهم تيشرح ليهم حسن مني وهاد الجمله هادو حق ربي الا كنقولها من القلب تيشرح ليهم حسن مني وعندو الكانو تيريح تيدو معاهم في الارقام باك 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 الفيديو ديالو تيتشاف شحال 10000 20000 30000 تيجي خونا السوم تيقول يو غادا ربك تيشرح لهم لي كوميرس سامبل ارماش نعنيش ديك الكان نجلس ندخل في الارقام داك الفيديو واحد اللي درته مليون ونص علاش لان داك خونا تيدخل الفيديو شكون اللي كيدوي الصدى هذا شنو داير هذا نسمعوا ليه واي شي حاجه اللي غالطه هذا اش دير هذا نسمعوا ليه لا لا تشوف هذا من حالته تقول لك الدراري هذيك يقول لك ما بعيناش فيه وهادي تنقولها انا لان انا علاش تنقولها تقول الدراري غالبا سمعها صاحبي الكونتنت اللي تعطوك الناس الاخرين وركز فيه وبلا خلينا من ديك بقات تعبر بنا راه واحد النهار واحد ما تقول سميتو لان اللي بعد منا ما عادش تجي خونا مشى لواحد ليفيرمون كان هو السبيكر جا دوالهم عليه كيفاش دار شي 400000 دولار سيلز ديال واحد البرودوي ديال الشعر ولي كومونتير كانت في داك الجروب ديال خونا سمير اللي في كازا داك الجروب ديالو اكون بعدا خونا يمشي كدير حالته شي شعرو كيدير شوف لي كومونتير كامل على الشكل ديال السبيكر دابا دخلنا عليك بالله داك التيشيرت كيلبسو شي واحد عنده الفلوس دخلنا عليك بالله بنادم جالس يدوي في التيشيرت شعر تجي ماشي بعدا يري حسن عاد يجي عرفتي دخلت قريت لكم مونطا نقول باقا تبعنا الجاهلية الصاد وباقي عندنا واحد الميشن ديال غادي نتحاربوا باش تخلي الجيل الجاي يكون شي جيل زوين لان الا بغيتي تخلي ولادك هنا خاصك تخدم. ولكن اخي السمي ملاحظه فقط ان الناس اللي كتلقاهم متفرينها او دازوا الاكشن هما الناس اللي ما كيشوفوش هاد الامور ربما عامه الناس او الجمهور الكبير كيشوف هاد الامور ولكن الناس اللي كتلقاهم كيمشيو كيخدموا كتلقى انه كيمشي لك الحساب كيشوف هاد الامور كياخذوا بعين الاعتبار وهذا الشيء كامل راجع للعقليه راه داك هو الفرق ما بين هذاك تفرها وداك ما تفرهاش. دابا انت اخي يجي حيا تدو مع واحد الشريحه ديال 10% الناس زويونين تيجي تيفهمتي يمشي يخدم. انا عندي واحد الهم ديال واحد الشريحه ديك 90% اللي بقات ترد هذيك من ديك 10% لوف مي خاصنا نحطهم في جوج تاع لي كاتيجوري لوف مي اور هيت مي سبيتيني بحال المهم راك عارفني كاين المهم راه زرعت لك الاي كوميرس طلع جيري تقاتل معايا تمايا راني كاين فوز الدماغ يا فرحان بيا يا معذب راه مشى هادو بعد بيان سور واحد حتى اللايف ديالو سميتو الراقي غادي ندوي في شي حاجه ياك اخا راقي دوي واه علاش ودي دوي زعما غير راقي على حسب شنو غادي دوي خي حيا شي نصائح واخا ديجا دويتي في القضيه تاع 10 سنين دويتي في الصبر والاستمراريه باقي عندك شي حاجه تقولها نطلقوا لي كومونتير وغادي نسدوا اللايف راه طول. شوف انا النصيحه اللي غنعطي للناس هو ان النجاح نعاودها ما كيجيش بسرعه راه انا 16 واحد داز دابا داز ياك انت هو نمبر رقم 16 قبل مني داز 15 واحد راه كاملين دواو على 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 10 سنين 7 سنين 5 سنين دونك الا بغيتي لا لا 10 سنين الفوق كلشي 10 سنين دونك الا بغيتي دير شي حاجه داوتي ديروا شي حاجه ولكن داكشي بغيتي دير اخي سيمو شي حاجه خذ الوقت وصبر على خبزتك الطيب والصبر والاستمراريه ماشي تبدا واحد شهر شهرين يبان لك داكشي ماشي هو هذاك وما مسلكش بالنسبه لك انت في القناعه ديالك وتقول ما منوش نمشي شي حاجه اخرى غدوز 10 سنين وانت كتنقز من هنا لهنا لهنا وما غتفرش بقى تما طيح ونوض وكمل غدير شي حاجه وعدد الساعات العمل خدم مزيان اي والله الا قال واحد الجمله جدو منها شحال اخا يجي حيا باقي كتخدم دابا يومين هذا المينيموم 15 ساعه المينيموم 15 ساعه اي ريسبكت داتش كار والله هي از ذا سي او والله الا قال هو السي او ديال ساودي نيتورك وفريمون كيخدم فهمتي
دايرين بين الناس اللي تيريبورت ليا تيقول لي داك السطر راه بزاف اصاحبي راه بزاف راه كندخلوا للبيرو تيكون وخارجين كيكون وفي اي وقيته جوانيا ولا تيقولوا راه حنا ما حطيناش هو السي او لله في سبيل الله الا وهو ناضي اخي انا صراحه ما تنخدمش هاد السوايع هادو كنت كنخدم في البدايه 14 16 ساعه دابا كنخدم 6 8 السوايع ولكن ديك اللعبه ديال مزيان يفهموها كاين واحد كاين راه حنا لي زونتربرونور راك خدام 24 ساعه على 24 ساعه هاد الامنه الجيست هذا غادي تكون فيرمي ليا ماشي تطراش ان المدام ديال كدوي معاك كتلقاك ما كاينش انت كاع بطبيعه الحال هذا هو من اكبر المشاكل كدوي معاك المدام وانت كاع ما حاضرش انت عقلك في واحد الديليفري ولا واحد السلعه غتحصل ولا شي رقم غيطير والله اخي ما عندنا حتى شي مشكل في الحياه زوينه كنقول الا هاد المشكل قول لي شنو قلت ولا ما عمرت خدين انا راه كنت هنا كنت غادي دماغي كان طاير وكنركب شي لعيبه غتقول لي كون كتركز في الخدمه كون كتركز معايا كيفاش كتركز في الخدمه ويلي واحد دابا ما كيتجي يعني هو مثلا تنقول انت اخي 15 وجوج كون 15 ساعه احمد 15 ساعه لا اخي من هنا كنحيو كاع العيالات ديال لي زونتربرونور لان اخي راه يزهر تيصبروا لان يزهر اخي انا من راسي والدراري كاملين اللي مريحين ديال زونتربرونور والله الا عيالاتنا تيعانوا لان فريمون صاحبي انت راك كاين ماشي ما كاينش ولكن دير بحال هكا كاين بحال ما كاين كاين لك نو كومنتس نو كومنتس لايف ماضي شوف 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 اخي راه بالنسبه لي اخي بالنسبه لي انا شوف كل واحد شنو كيعجبو كاين اللي تيقول لايف تاع سوين جايز نمبر 1 انا معاهم هذا هو هذا كل واحد شنو كيعجبو شوف لي لايف كاملين زوينين واخا سمح لي نعطيك كل واحد غير بقى فشي لايف شي حاجه كتراسو وكاينين شي ناس اخي سيمو هادشي كامل اللي داز كاينين شي ناس غير بقاو غدا راسهم فراقي لان القصه ديالهم مختلفه ديال البارح حتى هو ديال البارح لان القصه ديالهم مختلفه على ديالنا حنا جايين من الفقر انا جايين من الفقر راقي بدا راه كما غايقولش لك ما عنديش الفلوس ما عنديش بالك ما انا لا 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 والله لا هذه هو الصعيبه ديالو لانك حنا ما عندناش خيار هو كان عنده خيارات خيارات وخيارات ما بين الدول او في الطاليان ايبيزا ايبيزا او في انجليز فهمتي داكشي ديال غير الباسبور حتى هو حل لك البيبان مع مزيد راه خينا نكون من الناس اللي الوحيد اللي لا ما عيطش ليا شي بعيد شي لا راقي غدا غادي ندويو خلي راقي بدات العلاقه ديالي به باشتباك فهمتي ديال دخلت كتبت لهم غادي نشادي نستقر في تايلاند وغادي نكون من اول المغاربه ديجيتال نوماد يعني اللي كيعيشوا هذا ربي بيستيف دارو كذا في تايلاند دخل شنو كتب ليا في الكومونتير ماشي انت هو الاول ديك اللعبه ديال صدقناك صدقناك وزرعنا الرايه فهمتي يعني ديك اللعبه ديال واداش بغا نجي الشباب تبارك الله عليكم ما سخيناش بكم ساعتين ونص سمحوا لنا جديناكم بزاف تنحاولوا الشباب نساليو الله في ساعتين تلماكانا بكثرت ما تندويو هنا الجو فراندلي غنحطكم في الجو باش نساليو هذا اللايف هذا كان معانا السغسانه هو هنايا والشباب اللهم بارك اللهم بارك ايا اخي الزيت خبيتي ليا تما بسطوف الاسطوره الدراري انستغرام ديالي يحيى اشنو هو الانستغرام ديالك يحيى اي دي اي ا اش اي ا تبارك الله عليك جايز تبارك الله عليكم بالتوفيق لكم طلعوا لنا في راسكم حتى اللايف ديال غدا ان شاء الله واللايف ديال غدا الدراري حتى هو ناضي ناضي انا شي لا سيرتو شي مواضيع لا شي مواضيع اللي جامي ما غاديش يدوي فيهم حتى شي واحد هادشي داكشي اكسكلوزيف بيناتنا تبارك الله عليكم الدراري بالتوفيق لكم حتى غدا ان شاء الله شكرا لك حسيمو على الاستضافه الله يلاقيك كاملين يلاه مرحبا بكم الله يحفظك 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 الله يحفظ